بعد مباراة عصيبة جدا الأهلي يحقق فوزا مثيرا على المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويواصل صدارته لترتيب الجدول في الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم. كابتن شريف ألف مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ماتش صعب جدا ولكن ثلاث نقاط مهمة جدا جدا جدا. مباراة مفتوحة من أول شوط لغاية آخر ثانية في المباراة. يعني بقى هو بس الصعب انك انت كنت كسبان 2-0 وكان عندك تقدم من اول الشوط الثاني وتقدر زي ما الكباتن قالوا ان احنا نمسك الكوره اكتر وقت في الملعب ما نديش فرصه لاي فريق بيلعبنا الحقيقه ان هو يقاسمنا في الاشتراك في نص الملعب، نص الملعب ده بيبني على اساسه تحركات وكمان ما ينفعش من الشكل اللي انا بتفرج عليه ان عبده يحيى لاعب المحله يكون هو انا بتفرج عليه بيلعب في كل حته هو اللي بيستلم كل كره عاليه في ال 18 عندنا بيعمل عليها استحواذ وبيعمل منها خطوره كل ده واحساسي انا ان في حاله للعيبه النادي الاهلي حصلت فيهم في الشوط الثاني اجهاد ما اعرفش حسيت ان في اجهاد اصاب لاعبي النادي الاهلي في الشوط الثاني من التحركات حتى ديانج كان بيعمل فترات بس عمل ويعمل مساحات وين النقل للحركه والكلام من ده يعني. عندك تغيير حصل في اول الثاني في ثاني شوط قعد دقيقه واحده وخرج اصابه من اصطدام فاكر انا قلت لك في اول الاستوديو مفيش مباراه سهله صحيح مفيش الا بالعرق وبالجهد وبتفكير وبالاستفاده من الاخطاء اللي بتبقى في المباريات اللي قبلها فواضح على مستر موسيماني انه لازم باذن الله جود لك النهارده والحمد لله المباراه الجايه لازم يكون في تعليمات للعيبه بعدم فتح المساحات اللي موجوده في الملعب دي كلها وتنفيذ تعليمات يعني ما ينفعش انا لعيب اقدر شايف نفسي ان انا اخد خطوتين لقدام اسيب المكان بتاعي اللي هو لو اتردد حصل كونتر اتاك هي دي الحته الوحيده اللي ناقصانا بس من ساعه ما ابتدينا الحقيقه يمكن عملناها بامتياز جدا في ماتش الاهلي والزمالك يمكن لحساسيه المباراه والزمالك احنا بنلعب الزمالك فكل لعيب بيتحسس الشكل الهجومي والشكل الدفاعي وكده فهو ده اللي احنا مطلوب مننا في المرحله الجايه باذن الله انما جود لك هارد لك فريق المحله لعب مباراه كبيره جدا صحيح. اتمنى ان انا اشوف المحله بقى كل مع الفرق كلها كده يعني نتمنى نشوف الروح دي والعيد اللي هم فيه النهارده ده والاصرار والعزيمه اللي هي يبقوا موجودين 90 دقيقة داخل الملعب انه متأخرين بهدفين ويعوضوا وعندهم فرصة كمان ان هم كانوا يبقوا موجودين في حارس فوز فجود لك للنادي الاهلي النهارده وهارد لك نادي المحلة ويا ريت كل مباراة الدوري تبقى بهذا الشكل. كابتن علاء الف مبروك فوز قاتل في وقت قاتل ويحسب للاعيبي الاهلي الفترة الزمنية ما بين هدف التعادل لهدف المكسب بتاع علي معلول كان ضيق جدا 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 ويعني اكثر المتفائلين قال لك النتيجه خلاص انتهت التعادل. بص يا ايمن طبعا الف مبروك ثلاث نقاط مهمين جدا لكن كلنا نوهنا في الاستوديو قبل المباراه ان دايما ملعب المحله ملعب صعب صح ما بتخرجش منه غير 1-0 يعني نتيجه عمرها تبقى عاليه قوي دايما الاداء بيبقى صعب جدا مع فريق المحله مع اختلاف الاجيال صح. لكن هو ملعب المحله معروف النهارده يحسب لعيبه النادي الاهلي ان 2-2 بالنسبه لهم لا النتيجه ما تنفعش حتى لو مفيش وقت قدامي مظبوط يعني عشان انت بتلعب على بطوله وده اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي عن اي لعيبه ثانيه مع احترام الكامل ليهم كلهم دايما لعيبه عندهم حته التعادل دي اكنها خساره عشان كده حتى لو ناقص دقيقه لكن انا هحاول ولازم ابذل اقصى مجهود حصل وسبحان الله يعني طبعا سبحان الله يعني الهدف جه فيك خبطت في اكرم دخلت الهدف انت كسبته علي معلول شاطر خبطت في واحد دخلت لكن قبل كل ده في كره في القائم لاحمد عبد القادر 3-1 الموضوع انتهى صح لكن هي اثاره الكره كده وحلاوه المباراه النهارده كده المباراه طبعا فيها مجهود كبير جدا بوزل من الاهلي ومن المحله طبعا من احلى المباريات اللي اتلعبت الفتره اللي فاتت كمجهود جامد قوي يا ايمن المباراه من اول ما الحكم صفر لنهايتها انت مشدود المباراه كل ما فيش انت ما هديتش اتفرج على فيلم رعب لا انت و2-0 والله يا ايمن وانت 2-0 حاسس ان الموضوع مش سهل لعيبه المحله بتحاول لعيبه النادي الاهلي بتدور على الهدف الثالث بعد 2-1 طبعا الامال زادت والطموح زاد جدا عند المحله وده اللي عمل شويه قلق
من انك ممكن توصل لنتيجه التعادل. وخصوصا في حاجه كمان يا كابتن، توقيت الهدف الاول للمحله بعد الجولين بتوع الاهلي بالظبط، عشان كده بقول لك بدري بالظبط. ف2-1 وانا عندي وقت لسه كبير، والمجهود والجماهير والحته الملعب والروح العاليه اللي عندهم. وكابتن شريف بيقول انا اشوف المحله بتلعب كده زي كل الماتشات، هقول له لا طبعا، لان النهارده يوم استثنائي. مظبوط، النادي الاهلي مباراه النادي الاهلي بتبقى لاي فريق مباراه استثنائيه، يوم استثنائي. صح. كل حاجه بتبقى مظبوطه، وكل حاجه لو في مشاكل المشاكل بتتحل. أيوة. والمكافئات بتزيد. المقاولين كان عامل مكافئات 10,000 جنيه، الاسماعيلي اللي كان عامل 10,000 جنيه، والمقاولين كان عمل مكافئات خاصه. آه. عشان انت بس مجرد قابل النادي الاهلي، مش بطوله، لكن هي مباراه. مباراه النادي الاهلي مع اغلب انديه الدوري العام هي لوحدها بطوله. أيوة. النهارده اكتر واحد حزين على التعادل، على الخساره النهارده، هو عوده طبعا، لان من 2-2 مع النادي الاهلي ل 3-2، لا من 2-0 ل 2-2 ل 3-2، هو 2-0 هو خلاص، لكن الامل بدا مع 2-1 طبعا. الامل 2-1 بدا واتحقق 2-2 خلاص، الماتش خلص، وهو بالنسبه له ان الماتش انتهى، مفيش وقت. لكن مفيش وقت عند لعيبه النادي الاهلي، كلمه مش موجوده. هو ده النادي الاهلي بلعيبته، دايما في بطولات كتير قوي كنا بنكسبها في الوقت الضايع، لكن عشان مش عشان حاجه، يعني عشان انت، هو ده اللي جواك، ده النبع اللي جواك، انت متعود على كده، اللي هو انت التعادل بالنسبه لك خسارة. نتيجه خساره طبعا، عشان كده انت النادي الاهلي، احنا دايما بنتكلم في الاستوديو النادي الاهلي، النادي هو يا جماعه، ده دي مميزات لعيبه النادي الاهلي، انك تعادل انت خسرت. عشان كده النهارده زي ما بقول لك، من 3-1 فجاه 2-2، لكن والله انا الفاول جه، قلت جول، والله العظيم انا قاعد قلت ده الهدف. هنا الجماعه معانا في الاستوديو قالوا الكره دي والله جول. والله ايمن بتفرج، قلت الكره دي جول. تيجي بقى ازاي، انا ماليش دعوه، بس انا حاسس ان الكوره جول، لان في زوار كده او شواهد. 3-1 هدف مؤكد لاحمد عبد القادر وحلو قوي. 2-2 بهدف قابض في اكرم، اللي هو يعني سبحان الله في حاجه. فالفاول ده يجي لك في التايم ده في المكان ده، لا يبقى انت يعني في حاجه، في حاجه كويسه لسه في المباراه دي. فالحمد لله 3-2، مباراه صعبه جدا، كانت مضغوطه من بدايتها لنهايتها، مباراه حلوه جدا. تحيه للفرقتين على فكره، النادي الاهلي عشان تصميمه على الثلاث نقاط، والتحيه للعيبه المحله على المجهود اللي عملوه ده، فعلا مجهود هايل. وبضم صوت الكابتن شريف، لو لعبته بس بالحماس والتفكير ده، اعتقد هيبقى ليكوا شان في جدول الدوري. لكن النادي الاهلي اللي عايز المباراه النهارده في الملعب الصعب ده، ثلاث نقاط مستحقين اولا مبدئيا، ان هو الضم هو اللي كان احسن طول المباراه في بعض المراحل كده، لكن الخصم مش سهل. مظبوط، خصم عنيد جدا، ولا الملعب، ولا ملعب سهل. الملعب هو كلمه السر، الملعب. لكن مبروك لعيبه النادي الاهلي، مجهود ممتاز، ثلاث نقاط ممتازين، والحمد لله النهارده على حصل. الحمد لله رب العالمين. كابتن اسامه الف مبروك، ثلاث نقاط هامه جدا في الصراع على لقب الدوري. اه الحمد لله، فوز يعني في وقت صعب جدا. المباراة تقريبا كانت انتهت، يعني لحظة فاول لما جبت المكسوني ثم تسديدة علي معلول. انا يمكن بقول انه الحكم كمان طول شوية بعديها دقيقة ولا لعبتين ثلاثة، عشان لكن هي المفروض الهدف يجي يا دوب تتصدر وتخلص. ممكن على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه، وممكن ممكن ما سطرش. ممكن ما سطرش يعني، خلاص الوقت خلص، خلاص مفيش مشكله. مظبوط، الكوره دخلت جول، صفر خلاص. مظبوط، يعني هو حتى بس كان لسه باقي دقيقه يا كابتن. لا كان في دقيقه 95. لا كان لسه باقي دقيقه. متاكد؟ ماشي، ايا كان ايا كان توقيت الهدف الثالث قاتل. لا يا كابتن بلال، قاتل، لانه الشكل العام بعد 2-2 تحس انه احساس ان مش يوم قوي النادي الاهلي، رغم النادي الاهلي ليه اضاع فرص سهله، لكن في المقابل نادي المحل طوال ال 90 دقيقه عمل مباراه جيده، ايضا النادي الاهلي عمل مباراه جيده وفي جهد اتبذل كتير جدا، ولكن شويه يعني اتاخد علينا بس ان احنا جبنا الهدف الثاني بدري جدا جدا في بداية الشوط الثاني، يعني الدقيقة 48 ونص تقريبا، يعني بعد 3 دقايق ونص من بداية الشوط 2-0. يعني بدون داعي فقدت السيطرة في نص الملعب، ما بتنهيش الهجمات بشكل كويس الا غير في وقت ضيق قوي. تغيير محمد شريف، انا يعني طبعا ربنا يشفي حسام حسن وما يكونش فيه حاجة،
تغييره محمد شريف بالنسبه لي كانت مبهمه شويه، ثم السيطره راحت للمحله، وكمان زي ما قلت ان النادي الاهلي توفيق جاله ان يجيب جون الثاني في بدايه الشوط، يعني يسيطر على المباراه تماما. المحله يمكن عشان المجهود اللي بذلوه والروح اللي كانوا لاعبين بيها من اول مباراه، ربنا كافئهم بجون برضو يعتبر بدري في الدقيقه 56، هو ده اللي ادى حماس تاني لعيبه المحله ان ممكن يرجعوا للماتش، لانه لو الامور كانت طولت 25 دقيقه و30 دقيقه من الشوط الثاني والنتيجه 2-0 مع النادي الاهلي كان هيبقى صعب جدا. ولكن الجون جه سريع في الدقيقه 56، يعني بعد هدف النادي الاهلي ب 7-8 دقائق اداهم روح ثانيه، والمباراه ابتدت رايحه وجايه. انت ليك فرصه او فرصتين كانوا محققين، طبعا اهمهم اللي اتلعبت حلوه قوي بتاعت احمد عبد القادر من حسين الشحات لاحمد عبد القادر اللي حطها في القائم، وهم برضو ليهم اكتر من كوره، ولكن في النهايه النادي الاهلي مجمل المباراه استحق المكسب، رغم انه في بعض الاخطاء خاصه من وجهه نظري في نص الملعب، لانه احنا قفشه كان بيلعب على الطرف قوي ناحيه علي معلول للشوط الثاني، وبيرسي تاو كان بيلعب ناحيه اليمين قوي، وشريف وديانج تقريبا السلاوي وديانج تقريبا على خط واحد، يعني هم الاربعه قدام الخماسي سايبين مساحه كبيره جدا للاعيبه غزل المحله للسيطره على وسط الملعب، وانه يوصلوا للثلث الاخير عندنا بسهوله. يمكن دي كانت هي دي اللي عامله ربكه شويه، والتغييرات شويه بتاعت محمد شريف ونزول حسام حسن ثم ميكسوني هنتكلم كان الافضل إن شاء الله بإذن، لكن في النهايه ماتش مستحق للنادي الاهلي والحمد لله. طيب تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح ملعب المباراه ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. فوز غالي وثلاث نقاط من اغلى الثلاث نقاط للنادي الاهلي بعد مباراه ماراثونيه ما بين الاهلي ونادي غزل المحله. انا بينضم لي في هذه الاثناء الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، قبل ما اتكلم على المباراه عايز ارجع بيك ل 18 سنه، اكيد استرجعت مباراه موسم 2002 و2003 وهدف الكابتن سيد عبد الحفيظ بنفس السيناريو في الدقيقه في التوقيت القاتل كان 3-2، النهارده نفس السيناريو بيقرر فوز غالي ومباراه كبيره النهارده كابتن سيد. اكيد هي مباراه كبيره واحنا عارفين كويس قبل ما نيجي احنا جايين نلعب مين. فرقه المحله عامله عروض لحد دلوقتي ممتازه جدا، ما خسرتش ولا ماتش اصلا لحد دلوقتي، تعادلت مباراتين وكسبت مباراتين. عارفين كويس قوي ان كابتن عودة عامل شغل كويس قوي، محافظهم بشكل كويس، ريتم ادائهم كمان كويس يعني. لكن هي دي الكوره يعني، في لحظه الاحوال بتتغير والاجواء بتتغير، لكن ما تستسلمش وما درس في كره القدم. انت بتتعادل يعني، احنا بنبص في الساعه كانت يعني دقيقة تقريبا 49 و20 ثانية التعادل، يعني فاضل بالظبط 40 ثانية بالظبط، يعني بتقدر ان انت ترجع وتفوز باللقاء، لقاء صعب. واحنا قلنا لهم انا والمدير الفني موسيماني قلنا لهم دي هتبقى من اصعب المباريات ان لم تكن اصعبها في الفترة اللي فاتت يعني، لكن هي دي الكورة تشتغل لحد اخر ثانية واخر نفس في المباراة يعني. مع هدف علي معلول افتكرت هدفك في نفس التوقيت؟ هو هدف الهدف بتاعي كان برضه، بس السيناريو كان مختلف شويه. يمكن احنا كنا متقدمين بهدف وبعدين اتعادلنا وبعدين اتقدمنا بهدف تاني وبعدين هم اتعادلوا، بس كان في الدقيقه 43، هم اتعادلوا في الدقيقه 43 وربنا كان كرمني ان انا جيت برضه في الجول تقريبا في الدقيقه 93 او 94، لكن ده في الثانيه الاخيره يعني. احنا الماتش بتاعي لعبنا دقيقه ونص، ده في الثانيه الاخيره الحمد لله. ايا كان بقى في الثانيه الاخيره، في الثانيه الثانية، في الثانية الأولى، في الثانية أيا كان، هو من عمر اللقاء يعني. اقفل الصفحة دي، احنا عارفين كويس احنا جايين نلعب المحلة، وواحدة من الأسباب الكبيرة في عدم حصولنا على الدوري السنة اللي فاتت لما خسرنا هنا 1-0، جايين هنلعب سموحة الماتش الجاي يوم الخميس، واحدة من الأسباب برضو اللي عطلتنا السنة اللي فاتت يعني. كل مباراة صعبة وكل مباراة لها دوافع لازم تكون في الحسبان يعني، لكن خلاص في عالم كرة القدم الحديث، في عالم كرة القدم الحديث كل المباريات يعني. زمان لما كنا بنتقدم بهدفين ولا ثلاثة كان يقول لك خلاص المباراة خلصت. أعتقد إن اللي بنشوفه في أوروبا مش في مصر بس، برشلونة بيبقى كسبان 3 وبيرجع 3-3، أتلتيكو مدريد بيبقى كسبان 3-1 وبيرجع 3-3 يعني في الثواني الأخيرة. خلاص المفهوم ده في الكرة أعتقد إن هو
يعني لا تامل لكره القدم الا في مع صفاره النهائي وانت بتاخد حمامك يعني عشان تروح يعني. اقفل الصفحه ديت ونبص لمباراه سموحه باذن الله. مش مباراه سهله، مباراه كلها صعبه، حتى الفرق اللي مش هتنافس على البطوله عايزه تقدم عروض قويه قدام النادي الاهلي، وده اللي شفناه من فريق زي غزل المحله. ده حقهم، ده حقهم. يعني انا دايما يعني ما بقولش على الفرق تلعبك ازاي او تلعب ازاي او كميه الجري عندها عامله ازاي، ده حقهم يعني. كل واحد بيحسن من صورته، كل واحد بيحسن من ادائه، كل واحد بيحسن من سعره، ده وضع طبيعي جدا في الحياه يعني. ده حق مكتسب يعني او حق اصيل ليهم يعني. كابتن عوده الحقيقه بحييه الحقيقه يعني، عامل ماتشات كويسه قوي 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 يعني. يعني خلينا ناخد او خدنا الثلاث نقاط نرجع بيهم القاهره ان شاء الرحمن ونضمهم لاخواتهم، وبعد كده ان شاء الرحمن نشوف مباراه سموحه باذن الله. اربع مباريات فريق المحله ما استقبلش غير ثلاث اهداف النهارده، في مباراه واحده بيستقبل ثلاث اهداف، ده دليل على الغزاره التهديفيه او القوه الهجوميه للنادي الاهلي في هذا اللقاء. عندهم ريتم كويس قوي، انا قلت لك عندهم ريتم كويس قوي، عندهم يعني حتى النقل من الدفاع للهجوم بيعملوا بشكل كويس قوي، الفتره ما بين الدفاع للهجوم بيعملوها بشكل سريع جدا يعني. بحييهم عليها، لكن في النهايه الحمد لله يعني خلينا فرقتنا الحمد لله كسبنا ونبص لبكره باذن الله. مش عايز اتطرق للنقطه دي بس لازم نتكلم على كابتن سيد النهارده. يعني انا اكسبت بس في تعقيب على بعض القرارات التحكيميه للكابتن محمد الحنفي، في قرارات كانت تستوجب الانذار. السنه اللي فاتت انا خسرت مباراه وكانت فاول للنادي الاهلي، اتحسبت فاول على النادي الاهلي واتحسبت هدف، اعتقد قرارات كانت غريبه شويه في الشوط الاول. والله بص انا مش عايز اتكلم عن الامور التحكيميه خالص خالص يعني نهائي يعني، مش عايز اتكلم عليها خالص يعني. معلش انا عايز اسالك على الانذار بقى اللي حضرتك حصلته. عايز اسال انذار. والله ما عارف يعني، مش عارف. يعني انذار لحضرتك وانذار للكابتن سامي قمصان، ايه السبب؟ مش عارف يعني. انا مش يعني هل احنا عشان دخلنا الملعب اي فرقه في العالم بتنزل الملعب يعني عادي جدا ممكن تكتب تقريرك او وحتى الكل دول يعني، انا الوحيد بس اللي خدت نظر. يلا خير، انا مش عايز اتكلم في الامور التحكيميه خالص. طب انا عايز اطمن على بدر بنون واطمن على حسام حسن، الكدمه مع حسام في نزول حسام خد كدمه كده مسمعه في ناحيه الجزء الخارجي من الركبه، ان شاء الله الرحمن تكون الامور كويسه باذن الله. هنطمن على علي كمان دلوقتي، لان علي حتى يعني احنا كنا غيرنا ثلاث توقيتات في التغييرات، لكن علي كان حاسس بالضمه يعني، هو شاط كوره عنده ضمه اصلا يعني. كلمة أخيرة ورسالتك لجمهور النادي الأهلي مع الثانية الأخيرة، وقالوا بالروح بالدم الدم الماتش مش هيروح، أعتقد رسالة مهمة. أنا عايزك تشوف، أنا عايزك تشوف بس يعني لو دي أكيد متاحة عندنا، أكيد متاحة عندنا في القناة. أنا أشوف المحلة أول ما جاب الجون، المحلة جاب الجون في الدقيقة 49 و20 ثانية، 49 و20 ثانية، أنا ببص في الساعة 49 و20 ثانية، يعني باقي 40 ثانية والمباراة تخلص. أنا عايزك تشوف جمهور الأهلي بيعمل إيه. يعني عايز تشوف جمهور الأهلي والكورة في شبكة الأهلي في الدقيقة 49 و20 ثانية، شوف جمهور الأهلي بس، شوف الانفعالة أو التون الصوت، تون التشجيع عمل إزاي، والكرة فيك داخلة فيك جون في الدقيقة 49 و20 ثانية وفاضل 40 ثانية بس، أنت لسه هتسنطر يعني، لسه هتسنطر. أنا عايزك تشوف بجد والله، ركز عليها بس، هات تون الصوت يعني، تكتم صوت المباراة خالص وعلي صوت الجمهور بس في ده. تقول لهم يا كابتن سيد؟ يعني ما فيش كلام يوصف الصراحة خالص يعني. كابتن ايمن اعتقد لقاء مهم وكلام مهم من الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق المحله بثلاثه اهداف مقابل هدفين. مبروك ليك يا كابتن ايمن، مبروك لكابتننا الكبار، مبروك لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن بلال، فوز غالي جدا جدا جدا، ولكن بالفوز دوت النادي الاهلي قدر يحافظ على صداره الجدول عن جداره واستحقاق. ولكن ليه يا كابتن؟ ليه ولكن؟ بص الاهلي بيحل اي ماتش. بيحل اي ماتش لان الفرقه اللي قدامك بتبقى عندها ليه ولكن؟ ده انا مديها لك ولكن عشان انت تكمل. تلكن. اه بالظبط. انا مديها لك مخصوص. ماشي. فطبعا الاهلي اي ماتش بيلعبه النادي الاهلي بيبقى ماتش ممتع بالنسبه لكل الفرق يعني، بتبقى عايز تظهر نفسك، عايز تبين امكانياتك، روحك بتبقى عاليه، بتلعب البطل، بتلعب افضل فرقه في الدوري المصري، فطبيعه الحال الماتش بيروح في الحته دي. النهارده المحله لو بيلعب بالشكل ده وبالاداء ده اعتقد ممكن ينافس الاهلي على البطوله، على بطوله الدوري العام، اعتقد يعني من وجهه نظري لو بتلعب بالشكل ده وبالطريقه دي وبالاسلوب ده وبالروح القتاليه العاليه دي. بص هو من حقه. احنا مش بنقول هو انا بقول انه وحش. لا طبعا هو انا بقول انه وحش. انت بتلعب البطل. انا بقول لو بيلعب بالطريقه دي كل ماتش تمام الاستمراريه هيروح في حته ثانيه خالص. هي بتبقى بطوله مش مباراه. طبعا يا كابتن. طبعا. هي بالنسبه له نوك اوت يعني تمام، هو بيلعب النادي الاهلي في مباراه يعني مباراه بطوله بالنسبه له زي ما قال كابتن علاء من شويه، هي ماتش بطوله بالنسبه له.
السبيريت بتاعت لعيبه النادي الاهلي كل الكباتن اتكلموا عليها، وان ازاي انت بيبقى عندك الرغبه والروح والامل والاصرار لو حتى باقي ثواني معدوده في الماتش. الجول جه في الدقيقه 93 وتقريبا ونص تقريبا، يعني بصح معلومه سيد عشان المعلومه دي كانت غلط شويه. قصدك على هدف المحل؟ هدف المحل 93 وشويه. أي. انت عندك الرغبه والاصرار انك تجيب جول. انت قطعت الكوره على ال 18 بتاعت غزل المحل. مظبوط. اي فرقه ثانيه ممكن تبقى داون خلاص طبعا، تمام، يعني خلنا في 95 اي فرقه ثانيه هتستنى الكوره تتشتت فخلاص المباراه تنتهي والحكم يصفر. لكن الروح القتاليه اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي والاصرار على الثلاث نقط دي حاجه يعني مش هقول تحسب لعيبه النادي الاهلي، لكن دي حاجه تربت عليها لعيبه النادي الاهلي، تربوا عليها. وزي ما قالوا الكباتن ماتشات كتيره جدا كانت بتحسم في الدقيقه 95 دقيقه 96 دقيقه 97 الدقيقه 98، انت بتلعب لاخر ثانيه او مش لاخر ثانيه، بتلعب لحد ما الحكم يصفر ويقول الماتش انتهى. النهارده درس لكل الفرق اعتقد من النادي الاهلي ان المباراه في الملعب لحد ما الحكم يصفر درس. ما تامنش على نفسك طالما انت بتلعب النادي الاهلي غير لما الحكم يصفر. انت ما تامنش على نفسك خالص وانت بتلعب الاهلي حتى بعد الحكم يصفر. كويس كده فوت. نرجع تاني مره اخرى لملعب المباراه وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي ومصان مدرب النادي الاهلي. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل ضيوفك وكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا بينضم لي في هذه الاثناء الكابتن سامي امصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي، دي المباريات اللي بنقول عليها بنستمد منها قوه شخصيه النادي الاهلي، والمباراه اللي بتتحكي في تاريخ النادي الاهلي. النهارده مباراه ماراثونيه، لكن الرهان دايما بيبقى على شخصيه لعيبه النادي الاهلي ورجوله لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. طبعا تحياتي كابتن ايمن وضيوفه. طبعا زي ما انت قلت مباراه مهمه جدا في توقيت المكسب فيها كان توقيت متاخر شويه وصعب شويه، يمكن اتاخر علينا، ويمكن احنا كان عندنا فرص اكتر في الشوط الاول، كنا ممكن نقدر نحسم الماتش اكتر من كده بدري، كان عندنا فرص كتيره جدا يعني. لكن الحمد لله زي ما تقول المباراه ديت مهمه جدا، اللي انت اساس نقاط مهمين جدا، الماتش الخامس على التوالي برضه من الحاجات الايجابيه الحمد لله اللي احنا اشتغلنا عليها والراجل اشتغل عليها. ما تنساش برضه الماتش السنه اللي فاتت، احنا كنا هنا على الملعب ده خسرنا وفقدنا اساس نقاط كانت مؤثرين جدا، لكن في الاول والاخر انت بتلعب على اساس نقاط قدرت تحققها في اي توقيت، فطبعا جهد مشكوك من اللعيبه، وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يبقى افضل باذن الله. كابتن سامي دايما بتقول انا لازم العب على الظروف المتاحه والامور المتاحه. النهارده في ظل غياب حمدي فتحي، النهارده ياسر ابراهيم بيكون موجود في ظل ارض الملعب، في ظل التاخر والمباراه تروح وتيجي، بلعب على كل الظروف. ياسر ابراهيم بيلعب النهارده ما تحسش ان رتم الاداء اتغير؟ طبعا ياسر من الناس بتمرن كويس جدا وعندها امكانيات كويسه جدا، وانت عارف دي طبيعه شخصيه لعيبه النادي الاهلي، يعني كله بيبقى جاهز بيتمرن بيعمل اللي عليه، بيبقى تحت امر مدير فني في اي وقت. اعتقد ان ياسر قدم مباراه برده طيبه معايا زي الفرقه، ان شاء الله برده ان حمدي لما يرجع يبقى في منافسه اكتر. يمكن عندنا غياب الماتش الجاي عندنا ثلاثيه اساس انذارات برده، فان شاء الله ممكن يكمل ياسر ويبقى حمدي موجود، الراجل يبدا يفكر تاني يعني بالمتاح بالنسبه له. لكن في الاول والاخر زي ما انت قلت تلعب على الظروف اللعيبه اللي موجوده، الراجل عنده ثقه في كل اللعيبه اللي موجوده. النهارده بيشارك لعيبه كتيره، طبعا سوء الحظ النهارده لحسام حسن طبعا اصابه اثرت علينا نفسيا واثرت اعتقد على اللعيبه في توقيت معين كده، بتاخد من وقتك شويه برضو، ان انت لعيب بيبقى لسه نازل وبيصاب اصابه خطيره، فطبعا بيبقى في تعاطف كبير طبعا من اللعيبه، لكن ان شاء الله اتمنى تكون بسيطه ان شاء الله. 10 ايام اللعيبه الدوليين لعبت اربع مباريات منهم مباراه كانت خارجيه، النهارده ايضا سفر للمحل، اجهاد كبير جدا وضغط كبير جدا، لكن دوركم والاعداد النفسي اللي انتم بتعملوه مع اللاعبين والوقت بيبقى قليل قوي ان انا اعالج الاخطاء. خلينا بقى نتكلم ان مش هنقعد نقول اعذار زي السنه اللي فاتت او نتكلم في الحاجات اللي هي واقعيه الواقع يعني، لكن في الاول والاخر مهم جدا ان انت تكسب، مهم جدا ان انت تبقى تحافظ على وتتركز في البطوله اللي هي غايبه عنك، دي مهمه جدا بالنسبه لنا يعني. استفدنا من الاخطاء السنه اللي فاتت، مباراه بنركز فيها كلها بغض النظر عن الظروف اللي انت بتقولها، سواء بقى ضغط المباراه ديت او ارضيه الملعب، يمكن الناس ما بتبقاش حاسه بالحاجات دي اول، لكن في الاول والاخر انت ثلاث نقاط حققتها، ودي حاجه اهم حاجه في المباراه اللي انت حققت ثلاث نقاط يعني. اعتقد ان التوفيق ما بيجيش الا الاهل، واعتقد اللعيبه يعني حاولت كتير النهارده وكانت مركزه في بدايه المباراه، حصل في سنه مثلا عدم تركيز في اوقات معينه اثرت على الهدفين اللي احنا استقبلناهم، لكن اللي انت ترجع في حوالي 30 ثانيه او 40 ثانيه وتسجل هدف ده، فاعتقد الحمد لله دي شخصيه كبيره من لعيبه النادي الاهلي. كابتننا في الاستوديو كابتن شريف عبد المنعم وكابتن علاء ميهوب وكابتن اسامه وكابتن احمد بلال اتكلموا ان مفيش مباراه في الدوري سهله، وان فريق المحله فريق فضل كبير جدا، برجع للكابتن خالد عيد في تكوين هذا الفريق، وايضا الكابتن محمد عوده بيكمل على نفس الاداء.
طبعا دوري صعب جدا جدا، خصوصا الدور الاولاني. انت عارف الفرق كلها مستعده كويس، عامله فتره اداء كويسه، وخلينا ما تغافلش ان فرقه المحله كانت تعتبر رابعه الدوري النهارده، اول خساره ليهم. فاعتقد برضو فرقه استقبل ثلاث اهداف النهارده بيستقبل بالظبط، يعني في حاجات برضو ديت تدل ان المباراه قويه. يعني ما تنساش برضو المحله فرقه كبيره، عندها تاريخ كبير وعندها خبرات كبيره جدا في الدوري، عندها مدرب واعد طبعا ما شاء الله، عامل اداء مميز جدا يعني، بشكره عليه وبشكر فرقته عليه. لكن في الاول والاخر برضو انت بتلعب نادي الاهلي، الحمد لله يعني في خبرات في اللعيبه، في لعيبه عارفه يعني ايه مسؤوليه اللي انت تلعب تيشيرت النادي الاهلي، واللي هم يخلصوا المباراه في الظروف دي اعتقد الحمد لله نتيجه ايجابيه الحمد لله لينا. جمهور النادي الاهلي مع استقبال الاهلي للهدف من فريق المحله قالوا جمله: بالدم بالروح الماتش مش هيروح. اعتقد كل اللي في الملعب باللاعبين كان ليها اثر كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. كلنا والله كلنا في نفس كده، بتدي لك قوه كبيره جدا. جمهور النادي الاهلي بعد ربنا طبعا داعم كبير لينا والمنظومه كلها، سواء لعيبه وجهاز او كل الناس اللي بتنتمي للنادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ده حاجه عظيمه جدا، بيدي لك قوه، بيدي لك بعد ربنا بتحس ان انت عندك ظهر يعني. ودايما بتلاقيه في الاوقات اللي انت بتبقى صعب فيها يعني. اعتقد بعد الجون الهدف الثاني دوت، اعتقد اللعيبه التشجيع اثر عليها جدا واثر علينا جدا، والحمد لله اللعيبه برده ما خذلوش جمهورهم. ان شاء الله نوعدهم ان شاء الله بالاحسن الفترات اللي جايه، ودايما ان شاء الله تكونوا في ظهرنا باذن الله. بعد الهدف الثاني اللي احرزه النادي الاهلي، شفت حضرتك بتوجه لاليو ديانج، بيعمل ضغط من فوق، ضغط عالي من فوق، وبدا يتحرك في المسافه اللي ما بين خط الوسط وخط دفاع نادي المحله. بصوا دايما انت عارف معظم الفرق لما بتسجل في الفرق الكبيره الطبيعه اللي هي بتتراجع يعني، فالمهم جدا ان انت تضغط من قدام عشان ما لكش فرصه الا كده يعني، لازم ترجع في المباراه ولازم تحقق الهدف، لان كان الوقت قليل جدا يعني. اعتقد الحمد لله يعني الدقيقتين دول او الدقيقه اللي بعد الهدف الحمد لله اللعيبه ضغط كويس، وجالنا فاول في منطقه كويسه جدا، قدرنا الحمد لله علي يسجلها، رغم ان علي كان عنده اصابه في اخر المباراه يعني، لكن بشكره طبعا اللي هو اتحامل على نفسه وقدر يسجل هدف مهم جدا، وثلاث نقاط مهمين جدا، وده اعتقد يعني سلسله من الحاجات اللي هو بيعملها تأثير جدا مؤثر جدا، لعيب مؤثر جدا لينا ونجوم النادي الاهلي، بشكره طبعا عليه وبشكر كل اللعيبه طبعا. قلتوا ايه للاعبين بعد المباراه؟ يعني طبعا شكرناهم، الراجل شكرهم وقال لهم مباراه صعبه جدا، وهو كان بيحذر من قبل المباراه، مباراه صعبه جدا مهمه جدا، ان انت تكسب خصم عنيد، ثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا برضو، اللي انت تبقى لاول مره، لان احنا ما خمس مباريات ورا بعض اعتقد من الدوري اللي قبل اللي فات هو اللي حققناهوش، ما حققناهاش يعني السنه اللي فاتت حتى اربع مرات ما حققناهمش. فاعتقد الحمد لله النهارده المباراه الخامسه اللي انت تحققها الحمد لله رب العالمين. كابتن سامي مبروك وبالتوفيق في اللي جاي. شكرا حبيبي. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء بفوز النادي الاهلي على فريق غزل المحله بثلاثه اهداف مقابل هدفين في مباراه كبيره اندلت بتدل على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن شريف، امتى اتصعب الماتش؟ امتى ايه؟ اتصعب الماتش. بص انا هقول لك على حاجه، احساسنا بعد ما جبنا اول هدف حسيت ان لعيبه النادي الاهلي ابتدوا عايزين ياخدوا سيناريو انهم يتحكموا في الكوره ويمشوا المباراه زي ما هم عايزين. بعد الهدف الاول والهدف الثاني؟ بعد الهدف الاول. كويس؟ ابتدت سرعه لعيبه المحله تشاركهم في المباراه وعندهم عزيمه ان هم يبقوا موجودين وعايزين يتعادلوا لغايه اما خرج الشوط الاولاني بالاداء اللي انتوا كلنا قلنا عليه، مباراه سريعه مفتوحه، نص الملعب هنا سايب لنص الملعب ده استلام والاستحواذ والانطلاقات اللي بتحصل من الفريقين. يعني حضرتك 1-0 برضه الماتش كان صعب. هدوء في لعيبه النادي الاهلي ان المباراه بالنسبه لهم بتاعتهم يعني. ده عاده ان لعيبه مصر او لعيبه النادي الاهلي او لعيبه اي حاجه لما ببقى كسبان الريتم بتاعي ما بيجيش بالاسرع، بيجي بالهدوء والاستلام والتحكم ونلعب من غير ما احنا ايه يحصل لنا اي مشاكل في الملعب يعني. تاني تايم انت ما جبت الجول خلاص زادت بقى الحكايه دي خالص، وبقيت عايز تحافظ على كويس. الهدفين مع سرعه لعيبه المحله وعدم استسلامهم للنتيجه. احنا بنقول ايه دايما لما بيجي الجون الثاني القاتل ده، الهدف القاتل اللي بيخلي المنافس اللي قدامك خلاص تحصل له حاله استرخاء، بس ده حصل بالعكس مع فرقه المحله. فرقه المحله طلبت بنفسها انها لازم يبقى لها وجود في الملعب. لما يحصل لك فاول ناحيه الكره ناحيه اليمين ويبقى قفشه مع الراجل ويسيبه يلعب الكره بالعرض، فلازم يبقى في عقاب انك انت لو مديت رجلك وطلعت الكره دي بره اوت ما مش هيحصل حاجه، مش مشكله لما الكره تعدي في وسط الاثنين ثلاثه اللي في الديفندرز بتوعك وهم مستسلمين ان الكره يطلعوها في اي وقت ما اعرفش ايه، لازم بيبقى
في لاعب عنده حماس عايز يجيب جول لازم في معاقبه فتخش الماتش تاني تحت ضغط نفسي وتحت ضغط معنوي انك انت اللعيبه دي ممكن ترجع تتعادل معاك. لما يبقى الشكل بتاع الملعب 2-1 وهم اتفتح زي ما علاء قال لك نص الملعب اتفتح ملعب مفتوح الملعب بقى مايل لقينا الملعب من ناحيه الشمال ناحيه دي ومال ناحيه الشمال ناحيه دي فبقينا قاعد انت وانت قاعد جنبي قلت لي هيحصل ايه؟ قلت لك انا قال لي انا حاسس ان ممكن يحصل تعادل دلوقتي ليه حسيت بكده؟ لان في فرقه مش فارق معاها بقى ان يجي فيها التالت او يجي فيها ضغطت بكل خطوطها لقدام وانت بتحاول تستنفذ كل القوة اللي هي عندهم دي بانك تمسك الكره في الحاله دي ممكن يكون عندك لعيبه عندها حاله اجهاد مش قادره تواكب الحركه اللي هي تنقل من نص الملعب لغايه الفاول لقينا محمد شريف بيلعب لوحده قدام حتى احساس المدرب لما فكر ان هو يطلع محمد شريف اللي هو سايط لوحده في العمق الهجومي ده وينشطه بحسام حسن ما طلعش بيرستاو طلع محمد شريف فبقى حسام حسن هو اللي موجود في نفس الشكل وفي نفس السيناريو اللي هو برضو قاعد لوحده قدام حتى لما جه دافع ناحيه الشمال زي ما انا بقول لك الملعب مايل حصل له اصابه الراجل دخل فيه جامد ما اعرفش في ركبته او فين بالظبط فخلاص بقى الملعب تاه منك لما لعيب لسه نازل ويطلع تاني يتغير المدير الفني يبقى مجبر ان هو لازم يحط لك لعيب كمان فحط على ما اعتقد احمد عبد القادر ولا حط مين مكانه اللي هو نزل احمد عبد القادر مكان قفشه كويس والشحات مكان بيرستا حسينا كمان بايقاع قفشه ان هو مش مواكب لل انا حسيت ان في حاله اجهاد حصلت والنادي الاهلي عايز يطلع بنتيجه كده 2-1 سيناريو بقى ان يجيك فيه جول وانت ترد على الجول بهذا الشكل ده شكل يعني ربنا عايز يدي النادي الاهلي الثلاث نقاط وار لك للمحله فمن اول المباراه مفتوحه بصراحه لولا انك انت بس كسبان هدفين وتعادلت هي دي اللي صعب عليا انا قوي كنادي اهلي ما بتحصلش يعني انما حصلت والحمد لله ربنا عداها على خير الحمد لله الحمد لله رب العالمين كابتن علاء من الناحيه الفنيه شفت الماتش ازاي بقى خلال الشوطين هو فنيا مش قوي قوي لكن هو الجهد المبذول في المباراه والشده من اول ثانيه هي اللي خلت الناس كلها بقت مشدوده مع المباراه لكن اما تيجي بقى بهدوء خالص كده وتحلل مباراه فنيا الفنيات مش كتير لان كان واضح قوي ان عصبيه المباراه نفسها واهميتها واخده كل اهتمام حتى اللعيبه اللعيبه نفسها يعني لعيبه النادي الاهلي لما تتفرج على المباراه دي لوحدها ممكن يستغربوا ادائهم لان وتيره اللعب سريع قوي في وقت انت كنت محتاج فيه يعني مثلا بعد 1-0 هدوء حصل وانا قلت انا اشدت بالموضوع ده قلت لك في فترات جت على لعيبه النادي الاهلي اللي هم بيتنقلوا بالكوره سهل جدا هو ده اللي كان مطلوب لان لعيبه المحله ما كانتش بتضغط ودي برده كانت قلت عندي استفهام كبير قوي مع بدايه لعيبه المحله كلكم متوقعين حاجه ثانيه خالص المباراه صعبت قوي كمان بس الكلام كابتن شريف بعد 2-1 ليه؟ هدف المحله جاي بدري جه بدري قوي كل ما يبقى عندك في وقت كبير يا ايمن انت الامل عندك انت شايف المباراه دايما احنا بنتكلم هنا في الاستوديو يعني كلنا حتى لما موجود عادل بنقول 1-0 نتيجه مش مطمئنه نتيجه بتبقى صعبه شويه عليك انت ما تضمنش انت هدف التعادل جاي فيك يا ايمن خبطت في اكرم ودخلت فهي كره قدم وخصوصا ان في حاجه حضراتكم قلتوها برده قبل الماتش عوده ما عندوش حاجه يبكي عليها خالص ولا لعيبه المحله عندهم حاجه يبكوا عليها بالعكس مسايم. اللي خلى النهارده محمد عوده ولعيبه المحله يلعبوا كده اولا ترتيبه في الدوري ونتائجه مساعداه هو مش مضطر يدافع زي المقاولين عمل ثلاث نتائج والنتائج الاداء مش قوي فاهمني فهو النتائج مساعده صح. عارف لو النهارده غزل المحله مثلا مش يعني في ترتيب بعيد هتلاقي النهارده الملعب مقفول ما كانش هيلعب بالاسلوب ده خالص لان الاسلوب ده هو ترتيبه مريح ولو خسر النهارده ما حصل من النادي الاهلي هو خسر من النادي الاهلي يعني انت بتتكلم انت جاي تحاسبني ان انا خسرت من النادي الاهلي بطل الدوري واحسن لعيبه في مصر وكل حاجه اتكلم فيها فهو بالنسبه له النهارده ترتيبه ساعده ان هو يلعب النهارده كده يعني احنا كلنا استغربنا ما فيش حد النهارده يا ايمن لو تساله في استوديو تحليلي في الشارع في الاستاد هناك في المحله هيلعب ازاي كان هيقول لك يلعب بالمنظر ده ان هو فاتح لك الملعب وساب الملعب هجمه بهجمه وما عندوش مشاكل حاجه خالص 1-0 2-0 برده 2-0 برده بيحاول وبقول لك 2-1 الامل زاد عنده قوي
وبدا يقول لك طب انا ملعب على تعادل انا مش خسران حاجه، وده اللي حصل. الهدف جه خطف واحد ودخلت، لكن زي ما اتكلمنا يحصل بقيه النادي الاهلي ان هو لا تعادل، لا مفيش حاجه اسمها تعادل عندي يعني، الحمد لله طبعا بتوفيق ربنا كسب 3-2، لكن فنيا المباراه فنيا مش عاليه يعني، حماسيه مثيره، حماس الحماس هو اللي كان طاغي على ال 96 دقيقه اللي احنا كنا لعبناهم النهارده. ايه لا مفيش حاجه طيب. 96 دقيقه اللي احنا لعبناهم النهارده حماس على طول، مقاطع نظير، لدرجه ان اللعيبه النهارده جريت ممكن تقول بين كده بين قوسين بلا وعي، وجي وقت عليك انت تعبت صح، لانك بتجري 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 ما ينفعش. الشوط الثاني، الشوط الثاني انت بتجري كتير قوي، الطبيعي الطبيعي ان انت لازم انت تتحكم في ريتم المباراه، خصوصا بعد 2-0، بعد 2-0 انت اللي تسير المباراه زي ما انت عايز، مش زي المحله، المحله هيعمل الحاجه اللي بيلعب عليها، هيفتح خطوطه وهيحاول يجيب هدف وهيجري ومجهود كتير قوي، لكن انت كنت لازم منتهى الهدوء وتسير المباراه وتضيع وقت شرعي. و2-0 الموضوع 2-0 مع النادي الاهلي ايمن الموضوع انتهى تماما، خلص خلص خالص. لكن انا بقول لك توقيت الهدف وطريقته اللي بتاع الهدف المحله الاول زود الامل قوي عند المحله، هي اصل هدف يعني هدف برضو كابتن شريف كان شرحه يعني اما تيجي تفكر فيه كده صعب شويه يحصل بالمنظر ده، وبدا يلعب على الامل ده ان هو 2-2-1 كويس. لكن انا ما قلقتش، انا ما يعني حتى بعد كره احمد عبد القادر المفروض 3-1 حصل 2-2، لكن زي ما بقول لك انا لعبت النادي الاهلي دوروا على الهدف الثالث واستحقوا المكسب، والحمد لله المكسب راح للفريق اللي دايما عنده الرغبه دي وهو يدور على 3 نقاط. لكن هي فنيا مش عاليه قوي، لكن في مباريات انت مش محتاج فيها فن كتير، انت محتاج 3 نقاط مهمين قوي تكسب المباراه و 3 نقاط مهمين. لكن اتفضل زي ما قلت لك انا الماتش الدوري مش سهل السنه دي خالص، اكيد مش لا طبعا سهل. البنك كسبان 1-0 دلوقتي. بس خلي بالك يعني عايز اقول لك حاجه، يعني الفرق كلها مش اقصد حاجه يعني بتلعب على هجوم، بتلعب على السرعه، هو لا المبدا السنه دي يعني ان مش الفرق كله عايز يكسب، الفرق كلها مش عايزه تضيع نقاط في الدور الاول. وفي حاجه يا كابتن انا عايز اقولها لك، اتفضل. في تقارب كبير جدا 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 في المستويات بين الفرق وبعضها، ما عدا نقول فرقتين ثلاثه بالظبط يعني، لكن الباقي كله بيحاول، والباقي كله بيحاول يكسب، وكل الفرق دعمت كمان السنه دي تدعيم كويس قوي، ان ممكن في فرق كانت عايزه بس تستمر في الدوري الممتاز زي البنك الاهلي، استمر التدعيم زي ما كابتن بيقول كله عايز يكسب وعايز يجمع نقاط في الدور الاول عشان ما تحصلش المعاناه اللي حصلت في الدور الثاني لبعض الفرق. صحيح. لكن النهارده في مباريات كده انت عايز منها 3 نقاط. مظبوط. هي دي. لانك انت الملعب زي ما بقول لك ايمن صعب جدا. قوي. فريق متحمس قوي. لعيبه النادي الاهلي قابلت الحماس ده بحماس وقدروا يخرجوا من الملعب الصعب ده ب3 نقاط مهمين. صحيح. يعني لو الظروف مختلفه اعتقد ان يعني ان شاء الله لو لينا عمر المباراه الثانيه في الدور الثاني هتبقى هنا مش هتلاقي الشكل ده. ايوه. خالص. أيوه. لكن ده ملعب صعب، صعب قوي تخرج من الملعب ده وتجيب 3 اهداف النهارده في المحله. ما اعتقدش النتيجه دي حصلت من زمن كبير قوي. صحيح. لكن 3 نقاط مهمين، لعيبه النادي الاهلي مجهود يشكروا عليه، امتياز النهارده الحمد لله في مجهود والرغبه كبيره قوي، سيبك من الفنيات، الفنيات مش عاليه، انا كنت النهارده عايز 3 نقاط. صح. الحمد لله 3 نقاط النهارده، 3 نقاط يوم الخميس، يبقى انا خدت اللي هي التوقف ده وانا ان شاء الله الاول على الدول. اول مكسب من ساعه مباراه في لافيو بالظبط 2008. 2008 على ارض المحله، على ارض المحله، المحله كمان بهبط للممتاز بيه وكده، وقعد 2011 ما قعد فتره كبيره، لكن دايما الملعب ده بيبقى صعب. صح. المحله بقى بالفريق ده بفريق تاني كمان 5 سنين 10 سنين معروف. لا ملعب المحله ملعب صعب. صحيح. كابتن اسامه تقييمك لاداء الفريقين على مدار الشوطين، الاهلي والمحله الشوط الاول، واللي حصل من تغيير في اسلوب اللعب بعد ما الاهلي تقدم 2-0 الشوط الثاني. الشوط الاولاني ماتش حماسي جدا، سريع جدا، كميات جري عاليه جدا، وده هنلاحظه في كل الماتشات الفتره الجايه في الدوري، لانه انت دلوقتي دخلت على موسم الشتاء والجو بارد جدا، وكميه الجري بتكتر جدا لما تكون الاجواء بارده، يعني ده لما تكون الاجواء حاره بتلاقي اللعيبه فيها كسل شويه، فالاجواء البارده بتخلي رتم الجري وايقاع الجري بيزيد والحيويه عند اللعيبه بتزيد، فالالتحامات كانت كتيره جدا، كمية جري كانت عالية جدا،
المشكله انه الفرقتين الشوط الاولاني مركزين جدا في جانب واحد، وكلنا كنا ملاحظينها بوضوح. الشوط الاولاني اكرم توفيق اكتر واحد بذل جهد من لعيبه النادي الاهلي في المباراه في الجنب اليمين، وكان بيساعده ميكسوني، بس اكرم هو اللي كان متفوق قوي. نفس الشيء الناحيه الثانيه، كان عوده حاطط عفيفي اللي بيجري كتير قوي، وعبده يحيى اللي هو برضو من احسن اللعيبه النهارده في فرقه المحله، كان حاططهم ناحيه الشمال مع ايهاب سمير. فتحس ان اللعب كله كان في الجنب ده، مايل على الجنب ده. صح. حتى معظم الفرص من هنا، معظم الكورنرز جت من هنا، من 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 شمال، من شمال المحله للاهلي كورنرين ثلاثه، وبرضو من شمال النادي الاهلي، من شمال المحله في الهجوم اللي هو يمين الاهلي، برضو ثلاث كورنرز تقريبا في جنب واحد. فاللعب كله كان متمركز او متركز في الجنب اليمين للاهلي والشمال للمحله في الناحيتين. حصل انه علي معلول كتير كان بيبقى لوحده، لانه ميكسوني وقفشه، قفشه احنا قلنا ان قفشه بيحب جدا يلعب في العمق كتير جدا. قفشه بيحب يلعب في العمق، في العمق تحت راس الحربه، بتدي له حريه كتير جدا، بتدي له حريه كتير جدا في الاستلام والتسليم، ويعمل استحواذ وسيطره لفرقه النادي الاهلي. قفشه لما بيلعب على الطرف قوي، هي دي بس المشكله الوحيده اللي بتقابل النادي الاهلي في طريقه 3 4 3، ان قفشه بيبقى واخد الجنب الشمال، فبيبقى متحدد شويه. ثانيا بيرجع كتير قوي، حتى كورنر الكره اللي جت الجون في النادي الاهلي راجع لغايه الكورنرز عشان يدافع على وبنى عليه الايجاد البدني الشوط الثاني. ما طبعا انه بيرجع مسافات طويله قوي على الطرف عشان يساعد علي معلول ويطلع تاني في الطرف. كل ما بيكون في العمق بيبقى افضل وبيعمل لك استحواذ وسيطره. مظبوط. لكن في العمق بيبقى السوليه هو حاول مستر موسيماني احيانا في بعض الاوقات استغلال هو كان قفشه ساعات بيدخل، بس هو حاول بالنقطه دي يستغل شويه السوليه انه يخش مكان قفشه شويه ويقوم بالدور ده. ما هو طبيعي في 3 4 3 طالما انت حاطط بيرسي تاو على اليمين زي ما احنا شايفين في الصوره. وقفشه بس هو دلوقتي دخل للعمق شويه. هات لنا الصوره من بدايتها. معلش بعد اذنك. بص قفشه فين؟ بص قفشه فين؟ شمال. هو دلوقتي ابتدى يخش للعمق. هو ده بقى اللي هو الجول الثاني. دي الكره اللي جت جول. طبعا عملها حلو قوي. ممكن نجيبها من الاول. معلش ممكن نجيبها من الاول لو موجود. نثبت هنا. بص قفشه. أيوة اصلا بص في ميكس بيرسي تاو واخد الجنب اليمين قوي ازاي. مظبوط. وقفشه بياخد الجنب الشمال، بس عشان الكره دي جايه هتتلعب من ديانج للعمق، قفشه دخل في المنطقه اللي بيفضلها. ودي خطورته الكبيره. لكن في فترات طويله بيبقى فاضل واقف على الطرف، فبيبقى مزنوق شويه. فطبعا عملها تمريره حلوه، رؤيه هايله وتنفيذ هايل. طبعا رؤيه وتنفيذ هايل ودقه كمان، لان رايحه لميكسوني لبيرسي تاو قدامه. معلش نجيبها تاني برضو. معلش تاني عشان نشوف الاربعه اللي اتضربوا باللعبه ديت. خمسة لعيبه اتضربوا باللعبه دي. هم أيوة كانوا في حاله هجوم. الكوره مع ديانج وهي بتتلعب. خمسة مش أربعة. بص كده 3 و2 كل لعيبة وسط المحلة اتضربوا. عبده يحيى هناك مضروب من بيرسي تاو وعفيفي وحميد ماو وكونيه وفوافي هنا. فوافي واللي دخل على محمد مجدي متأخر كمان. وأيوه فالخمسة كلهم اتضربوا لأن هما كانوا في حالة هجوم باللعبة. قفشة عملها حلو قوي في التوقيت المناسب. بيرسي تاو دخل للعمق وعملها من بين رجل معاذ وحطها. اتصرف فيها كويس قوي. اتصرف فيها كويس قوي وحطها على شمال عمرو. هدف من زاويه ضيقه جدا، يعني الزاويه الثانيه هي اللي مفتوحه اكتر، بس يمكن فتح الله كان قافل فهو حطها في الضيقه. وهدف جميل وبدري. بس هي الفكره زي ما انا قلت لك، ان قفشه لما بيبقى على الطرف قوي وبيفضل واقف في الطرف قوي، السيطره والاستحواذ للنادي الاهلي بيقل. عشان كده كتير بيبقى فرقه المحله اللعيبه اللي داخل اللي هي منطقه الدايره او منطقه العمق بيبقوا 3 على 2، 3 على السوليه وديانج، فبيعملوا زياده عدديه. لما ديانج والسوليه بيستلموا لو ما اتحركش قفشه في المناطق اللي في العمق دي، ما بيلاقوش حد يمرروا له، لان هو اكتر واحد بيدخل للعمق عشان
يستلم ويبتدي صناعه اللعب. فقفشه بيتحدد شويه لما بيلعب على الطرف الشمال. فدي كانت عامله مشكله شويه، وبانت الشوط الثاني انه واخد الطرف قوي اللي عند ناحيه علي معلول، يمكن كمان اكتر من الشوط الاولاني. الشوط الاولاني كان حتى هو لما لقى اللعب معظمه او ديانج برضو دخل في المنطقه دي. بس بص بقى تمريرات ديانج من العمق مش زي دقه قفشه. ايوه طبعا، يعني هو طبعا بتجيله مساحه انه يخش من العمق لان قفشه واخد الطرف. أيوه. يعني فديانج او عمرو سليه بيقطعوا من العمق بالظبط كده. طبعا انا كنت بقوله لك لما قفشه بيتطرف يعني ناحيه الاطراف اليمين او بيطلع الشمال. بيطلع ديانج او سليه وبيعملوا برضو دي تمريره حلوه قوي من سليه. اوفسايد كانت اوفسايد بس تحرك كويس من بيرستاو. هما بيخشوا في العمق بيبقى كويس قوي. هو في العمق اخطر من ايوه بالظبط. ده اللي اتكلم عليه الكابتن احمد بلال بين الشوطين وقال لك لازم حد يخش مع محمد شريف جوه ال 18 كمان. مظبوط. فكان بيخش في القلب بيرسي. ما هو لو فضل بيرسي تاو وقفشه على الاطراف خالص وما بيخشوش للعمق عشان يساندوا شريف هيبقى مفيش زياده عاديه جوه ال 18. صح. ثانيا نفس الشيء من ديانج والسوليه لو ما طلعوش ورا شريف برضو المنطقه اللي حوالين ال 18 وداخل ال 18 هتبقى فيها عدد قليل، هتبقى خطورتك قليله. فالشوط الاولاني كان مايل ناحيه اليمين زي ما قلنا. علي معلول كان متساب لوحده كتير. بص يا كابتن، ده الاستحواذ اللي انت اتكلمت عليه. هو ده اللي كان مفروض لما قفشه. ايوه اهو. قفشه طول ما بص اكتر واحد بيظهر للاعيبه النادي الاهلي في كل الماتشات في المناطق اللي هي سواء امام الاثنين او الثلاثه بتوع وسط الملعب او في العمق، هو قفشه اكتر واحد عنده قدره على التحرك والاستلام والتسلم والرؤيه. صح. فبيعمل استحواذ للنادي الاهلي، لكن لما بيبقى على الطرف قوي هناك ناحيه علي معلول بيبقى متكتف شويه. او ناحيه اليمين احيانا، لكن هو لما بيخش للعمق بيعرف يعمل. بص هو بص المنطقه دي هو اللي بيحب يلعب فيها. مظبوط. يعني اي تمريره من بدر بنون هتروح له هتلاقيه هو ده المنطقه اللي خطر فيها. غير لما بيكون على الجنب قوي ناحيه علي معلول. بالذات في حالات الدفاع طبعا بيروح على الطرف هناك، فما بيقدرش يقطع لغايه علي معلول ويرجع تاني ويقطع، هو متحرك في الحته دي. ف النادي الاهلي الشوط الاولاني زي ما قلت لك الجنب كله كان اليمين هو اللي فيه اللعبه اكتر ناحيه اكرم، لكن الشوط الثاني ابتدى يبقى فيه توازن، ولكن فقدنا السيطره في وسط الملعب. دي عملت قلق وحيويه لفرقه المحله، خاصه بعد ما جابوا هدف. احنا جبنا جون بدري. أيوة. كان المفروض السيطره والاستحواذ تبقى لينا. لكن المحله دخلت في بالجون اللي جابه عبده يحيى ودخلوا في اجواء اللقاء. ثانيا انا قلت لك لما نيجي نتكلم على التغييرات، انا بالنسبه لي برضو خروج شريف ما كانش بالنسبه لي انا يعني مستغربه بالنسبه لي شويه، لانه كان عامل خطوره قدام. احنا معانا كمان احصائيات قفشه على الشاشه. قفشه النهارده مش في احسن حالاته، لكن زي ما انا قلت لك انا المسافه بعيده مش شايف بالظبط. انت اقراها لي بقى. انا مش في احسن حالاته، لكن زي ما قلت لك هو من الحاجات اللي افقدت النادي الاهلي شويه السيطره. ان قفشه في فترات كتيره من المباراه كان بيبقى على الطرف قوي ناحيه الشمال. صحيح. مش للعمق. فالشوط الثاني ابتدت العمليه المحله تخش، قلت لك بعد جون عبده يحيى وبشويه التغييرات اللي عملها كابتن عوده وايضا مستر. بمناسبه التغييرات خليني اقول لك حاجه بعد ما نتكلم فيها يعني ان شاء الله باذن الله. حاجه عملها كابتن محمد عوده زي ما عملها الكابتن عماد النحاس الماتش اللي فات. لما نيجي لموضوع التغييرات فكرني اقولها. 5-5 برافو عليك. فيعني الشوط الثاني الماتش رايح جاي، وخاصه بعد الجون التعادل بتاع المحله. الجون قصدي الاولاني بتاع المحله ابتدوا يخشوا ويجي لهم امل ان ممكن يخشوا في المباراه. طبعا محظوظين في الكره اللي هي بتاعه التعادل، فيها توفيق كبير. طبعا الكره الجون الاولاني بس وجود قفشه فين؟ هنا برضو ده عمرو السليه، ده تقريبا هو اللي قفز ولعبها لبدر بنون حطت. يحسب بقى لشريف. انا بقول شريف ثلاث ارباع الجون ده حيا الكوره تاني. هو محمد مزبوط. شريف دي حتى وقع على الارض. لا دي حاجات مزبوط. بص توقعه صح بعد الكره ما اتشاطت من بدر بنون، متابعه على طول تحت عمرو حارس مرمى المحله
وقدر يلعبها بالعرض لمجدي قفشه اللي قدر يجيبها جول. وقفشه بص قفشه كان فين الاول؟ طبعا قفشه خلينا بس نبص على تحركات قفشه. بص قفشه كان فين في اللعبه؟ كان في الجنب اليمين. هي دي بقى النقطه اللي انا بقول لك الشوط الاولاني كان قفشه بيجي ناحيه اليمين كتير فكانت الموضوع مايل ناحيه الجنب اليمين. ايوه بس لما الكوره راحت هناك بص قفشه راح فين؟ ايوه كمل تابع كويس قوي. بس دي بقى حاجات شريف انا بقول احيا كره من لا شيء لانه كان سهل قوي لو شريف ما اتحركش كده عمرو يمسك الكره مره ثانيه بعد ما وقعت من ايده. مظبوط. وطبعا قفشه كان في المكان المناسب وقدر يجيب جون. بس الحمد لله ان احنا في النهايه جبنا الجون الثالث بعد التعادل وفي وقت صعب وفوز الحمد لله كويس ومهم جدا للنادي الاهلي عشان يعتلي صداره الجدول. صحيح. قبل الماتش الجاي ان شاء الله. صحيح. كابتن بلال والكابتن اسامه بيقول ان الاستحواذ والسيطره الشوط الثاني كانوا بعد الهدف الثاني لغزل المحله. هل ده كان لان احنا شفنا تغيير في اسلوب اللعب، هل ده كان متعمد من مستر موسيماني للعب على المساحات الفاضيه في خلف دفاعات غزل المحله، ولا ده ان اللعيبه كانت عايزه تحافظ على المكسب فعملت الكلام ده من نفسها؟ لا ده اجهاد لعيبه النادي الاهلي. اجهاد؟ ده اجهاد لعيبه النادي الاهلي. حس بيه مستر موسيماني؟ لا هو اللعيبه نفسها في الملعب كانت مجهده يعني. فاهم قصدي؟ انت يعني مفيش يا كابتن واضح مفيش فرقه كبيره يعني بتسيب الاستحواذ بالشكل ده للفرقه اللي قدامها يعني الا اذا كان في سبب ما واضح يعني. لعيبه النادي الاهلي يمكن معظم اللعيبه او لعيبه كتيره من اللعيبه دي كانت بتلعب مع المنتخب منتخباتهم اذا كان مثلا يعني قفشه لاعب، شريف لاعب، معلول لاعب، علي معلول لاعب، محمد الشناوي لاعب، يعني اللعيبه دي لعبت برستاو ومكسوني برستاو ومكسوني الاثنين يعني معظم اللعيبه او السليه طبعا معظم اللعيبه دي لعبت ماتشات المنتخب ما خدتش راحه. طبعا اكيد ده اكيد خاصه انت جاي من ماتش من ثلاث ايام صح. يعني الاهلي لعب ماتش من ثلاث ايام وكان ماتش برضو صعب شويه ماتش فيه جري كتير وماتش فيه كوره كتير. النهارده بتلعب مباراه بعديها فطبيعي انك هتيجي في الشوط الثاني تحس بالاجهاد في وقت ما. ده الطبيعي، ده اللي خلى يعني معدل الجري عند لعيبه النادي الاهلي قل شويه، ومع ذلك كان ممكن في وقت من الاوقات انك تخطف هدف والتاني، يعني جالك كوره اللي كلم عليها كابتن علاء لعبد القادر كان ممكن يسجل الهدف الثالث وتنتهي المباراه وما نخشش في دوامه بقى وفكره ان انت 2-2 وما الى ذلك. لا الاهلي ممكن واتفق مع الكباتن برضو في حته الاستحواذ كابتن اسامه اتكلم على طريقه لعب مجدي قفشه النهارده. انت النهارده لما يكون انا عندي لعيب رقم 10 المايسترو بتاعي، اللعيب اللي بيديني يعني نسبه الاستحواذ العاليه، اللعيب اللي بيحرك اللعيبه، ويكون في معظم اوقات لعبه بيلعب طرف، دي بتصعب كتيره جدا على اللعيبه داخل الملعب. انت في وقت من الاوقات انت بتدور على اللعيب اللي بتعتمد عليه ان هو بيصنع لك اللعب او بالظبط مفتاح اللعب، خاصه لما يكون معظم اللعيبه النهارده في الملعب يعني رتم الاداء قل الشوط الثاني بشكل كبير. يعني احنا قلنا يعني النهارده لما تيجي تبص على عمرو السوليه تلاقي المستوى البدني برده الشوط الثاني قل شويه نتيجه برده نتيجه الاجهاد. ديانج مكمل ماشي، والنهارده برده فكره ان حمدي فتحي مش موجود مصعبه شويه طريقه اللعب، لان حمدي كان بيزق في نص الملعب. حمدي بيزق في نص الملعب فبيدي فرصه لديانج وعمرو السوليه ان هم يلعبوا من قدام، فدي كانت بتديك برده فرصة كبيرة جدا انك تستحوذ بشكل كويس، تقدر تنقل الكرة ما عندكش مشكلة فيها، انك عندك لعيب في ظهرك بيكمل معاك ويبقى لعيب لعيب ميد فيلدر ثالث بالنسبة لك اللي هو حمدي فتحي، فالنهارده عدم وجوده برضو أثر سلبا على أداء النادي الأهلي في الحتة الهجومية وفي نسبة الاستحواذ. حمدي طبعا يعني فارق كبير جدا لما بتلعب بنون كليبرو بيكمل وبتلعب حمدي فتحي كلعيب نص ملعب بيرجع يلعب في الحتة الحته اللي ورا. بص يا كابتن خلينا بمناسبه الكلام اللي انت بتقوله اللي احنا كنا بنقوله من شويه حته الاجهاد البدني وخصوصا الشوط الثاني. لا هات لنا الكوره دي من بدايتها، هات لنا الكوره دي من بدايتها معلش. بص يا كابتن احنا دلوقتي التحول من الدفاع للهجوم. بص كام لعيب في النادي الاهلي في نص ملعبه، وبعدين التحول من الدفاع للهجوم ما كملش غير اثنين لعيبه. كويس؟ ثمان لعيبه اهو، ثمان لعيبه وبتاع ثمان لعيبه. كان ممكن تبقى اسرع من كده ولكن المجهود البدني اللي انت قلت عليه. بص تكمله كابتن مش موجود. بالظبط التكمله مش موجوده. هي هو ده العنصر اللي بنتكلم عليه، هو ده الايجاد اللي بنتكلم عليه. لو بصيت للشوط الاول حتى هتلاقي الكادر دلوقتي برضه خلق بص محدش عايز يروح. الشوط الاول مش عايز يروح، مفيش حد على ال 18 محدش عايز يروح، مش حد قادر يروح. ما انا بقول لك المجهود اللي اتعمل مش طبعا عايز يحافظ على النتيجه كمان. فدي نقطه مهمه جدا خد بالك، يعني انت كون ان انت برضه تخرج بالماتش يعني في اللقطه دي انك في الدقيقه حاجه و90 بتسجل الهدف
ده يدل ان في اصرار تغلب على الايجاد اللي موجود عندك. فدي دي حاجه اللعيبه يعني مش لازم تشكر عليها، ده واجب اللعيبه طبعا في الملعب، لكن دي حاجه تحسب للعيبه مش تشكر عليها، فاهم قصدي؟ فالنهارده الاهلي مر بفترات صعبه جدا في الماتش، لان كمان الماتش كان كله سرعات زي ما كابتن اسامه كان بيقول من شويه، الريتم عالي شويه، ريتم الماتش عالي قوي، انت ما اديتش فرصه لنفسك انك انت تصنع ريتم لنفسك اثناء الجيم، يعني تهدي في وقت من الاوقات، تهدي الريتم، تسرع الريتم، تستحوذ، تسيبهم يستحوذوا شويه، تاخد نفسك، لا انت كنت بتجاري لعيبه المحله وبتلعب زي ما هم بيلعبوا بالظبط، وده كان اسلوب لعب في الشوط الاول يمكن احنا علقنا عليه شويه، قلنا لا الاهلي المفترض ما يعني ما ينجرفش ورا لعب المحله كلها كرات طويله، كلها كرات سريعه، عايزين بيسرعوا ريتم الاداء عشان يدخلك معاه في نفس المود بتاع اللعب، وانت وفعلا قدر ان هو يوصلك انك تدخل معاه في الحته دي، انك انت كل كوره عايز تلعب تجري بسرعه وترجع تدافع وبعدين تلعب لقدام تنتقل بسرعه الهجمه لقدام وبعدين ترجع تدافع تاني، فمش هتجيب مخزون كبير للحته دي، خاصه انت لعبتك مجدده، هو لعبته فريش تمام في التوقف، هو ما لعبش، انت لعبتك معظمها لعبت مع المنتخب، فكان لازم اثناء يعني مستر موسيماني كان لازم يتدخل فنيا في الحته دي، انه لعيبه النادي الاهلي يا جماعه لازم نهدي ريتم في وقت من الاوقات، انت كسبان 1-0 زي ما حصل كده، كان في كره انت بتعرضها من شويه في 16 او 17 نقله للنادي الاهلي، كان المفترض بعد 1-0 يبقى ده ريتم ادائك، ايوه انت بتلعب بتستحوذ وبتنقل الكره من رجل لرجل عشان تبتدي تصنع هدف من يعني اندايركت اتاك، يعني من هجمات يعني او من لعب من رجل لرجل 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 تصنع بيها هجمه، خاصه ان انت بتتكلم على فرقه الغزل المحله النهارده مش زي ما توقعنا كلنا يا كابتن علاء، يعني هي فاتحه الجيم، بتلعب الجيم مفتوح، بتلعب الجيم مفتوح، فكان يعني ممكن في وقت الوقت النهارده تخلق فرص لنفسك مع ومع ذلك من يعني احنا قلنا هم كانوا بقوا بحماس عالي جدا، ومع ذلك جات لك فرص كتيره الشوط الاول من اخطاء للاعيبه غزل المحله، كان ممكن يعني تستثمر هذه الاخطاء لكن ما قدرش تستثمرها. الشوط الثاني انقلبت الايه، هو ما زال محتفظ باللياقه بدل خليت لنا اللقطه دي، انت كان قصدك ان ايوه ايقاع اللعب اتحكم فيه بالاسلوب دوت بالظبط، انت النهارده بص بتشتغل بالريتم ده، انت خلاص بتستحوذ كسبان خلاص، الكره في رجل اللعيبه بتاعتك، تقدر في وقت من الاوقات يا كابتن ايمن وانت بتشتغل بالشغل ده انك تصنع فرصه او تخلق فرصه بالنسبه لك تمام، طالما انت وبتهدي رتم اللعب وبتستحوذ ولعيبتك بتاخد نفسها، الفكره كلها في بقيه الانتشار بالظبط، لو كملت اللعب هتلاقي حوالي 16 او 17 نقله لعيبه النادي الاهلي، ودي ما وده ما يميز الاهلي في الماتشات، انك انت اللي بتتحكم في رتم الماتش، ما بتديش فرصه للخصم ان هو يعني هو يتحكم في رتم اللعب او يخليك تنجرف معاه في الاداء بتاعه، يعني بص وصلنا ل 20 لمسه لعيبه النادي الاهلي والكره في الاخر او تصالح النادي الاهلي، ده اللي انا اقصده. انت كان قصدك ان الريتم ده ممكن تتحكم فيه على مدار المباراه. على مدار المباراه، لكن انت يعني كنت بتشتغل ده على فترات صغيره الشوط الاول، الشوط الثاني لا، سبت لعيبه غزل المحله يخشوا هم في الجيم تمام، بقى عندهم سرعات، عندهم مخزون بدني كبير جدا، ابتديت انت تلعب على هجمه مرتده سريعه بعد ما المخزون البدني عند شريف وعند بيرسيتا وقل شويه، يعني انت مديها تقريبا 65 او الدقيقه 70 تقريبا اعتقد المخزون البدني كان قل عند بيرسي تاو وعند محمد شريف وعند مجدي قفشه كمان. بمناسبه بص الكابتن بلال بيتكلم لا في حاجه ممكن تجيبها لنا من الاول، معلش ممكن تجيبها لنا الكوره دي من الاول؟ ينفعش لا بس كده نلعبها دلوقتي ماشي. بص يا كابتن كوره مع فتح الله، بص محمد مجدي قفشه فين؟ ما هو قام بدور علي معلول اللي هو صغير، ايوه ايوه علي معلول قدام، وعلي معلول قدام ايوه بالظبط. ما هو انا بقول لك بقى احيانا مجدي عشان كده بيتعب لانه طبعًا. هو مش اسلوبه انه يقعد يرجع مع ما هو ده اللي انا بتكلم عليه في دي، هو ده اللي انا بس هي دي بس نقف بس لا 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 لا، وهو بيلعبها وهو بيلعبها لاعب المحله، هو مجدي قفشه بس هنا كان لازم يحط رجله، ليه سايبه يلعبها؟ لا 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 كان لازم يحط رجله يا كابتن، فاهم؟ ليه سايبه يلعبها اصلا؟ ماشي هو ممكن يكون فكر عشان ان الحل الوحيد بالنسبه له هو انه يعني هو قفشه ممكن يكون فكر ان هو مش عايز يترقص تمام؟ فممكن الباك بتاع غزل المحله خلاص يعمل كروس هيبقى يعني هيبقى سهل على لعيبتك كروس من الثبات يا كابتن اسامه، هيبقى كروس من الثبات زي ما انت شايف كده، لكن الفكره كلها هنا في الحته دي ان الاثنين السنتر باكس بتوعك التانيين
ما كانوش ملتزمين بالاثنين المهاجمين. لا أنا عشان كده هو ده الخطا عشان كده انا بس بتكلم على بعد اذنك يرجعها بس انا عايز مواجهه لا ملتزمين الدفاعي ايوه اتفضل تعالى بس انا عايز اقول حاجه على ممكن نرجعها تاني معلش هي مع فتح الله يلوت انا بس عايز اشوف بس مجدي قفشه لما خلي مشيها طيب لا استنى انا عايز اتكلم بص يا كابتن انا عايز اتكلم على دلوقتي انت عندك زياده عدديه في الكره دي ولعيبه المحله تقريبا انت يعني كلهم قدام لعيبه النادي الاهلي أيوة. كويس فمفيش خطوره دلوقتي أيوة. طيب نمشي الكوره ماشي الكوره برجاوي ماشي ما خلاص اتلعبت دلوقتي بين الباك وبين قفشه كويس قفشه انا بس عايز ما يقف اقف بعد اذنك قفشه مش مدافع مظبوط هقول لك بس انا كنت هقول لا هقول لك بقى اصبر اصبر ما تمشيهاش اصبر بس قفشه لعيب مهاري ايوه مظبوط وتملي عايز يلعب الكوره اللي هي سليمه صح مش عايز أيوة. يروح مثلا الراجل خابطها فيه وتطلع قوي أيوة. مش عايز يقفل ويطلعها هو قوي مظبوط هو عايزها تطلع سليمه ايوه فوسع للراجل لانه هو ما بيشتغلش شغل مدافعين لان مش بتاعته ما هو غلط يعني بص انا بقول اكرم توفيق لو في المكان ده كان كنس الراجل بالكوره مظبوط فاهم بس مش طبيعه قفشه او اي مدافع بس خد بالك بس ده خطا من علي معلول ازاي خطا ده خطا من علي معلول الشيفت ده ما ينفعش يجي في الكوره اللي زي دي يعني من وجهه نظري يعني النهارده دي كوره بتتحضر ايوه طالما الكوره بتتحضر يبقى كل واحد لازم يلتزم بمكانه ما ينفعش كوره زي كده بتتلعب بالشكل ده ويبقى انا في تبادل في المراكز في الحته دي ممكن يبقى في تبادل في حاله ان علي في هجمه ومجدي قفشه بيكمل وراه لكن انا بشوف يعني ان دي بص خطا بص علي بيرد عليك على الشاشه اهو اتفضل علي بيرد عليك على ما هو رد ماشي ما انا لا بس دي احيانا بنتكلم في الكوره دي هو رد علينا في لا بص يا بلال بس دي احيانا لا هقول لك بس حتى بس عيدها يا كابتن ايمن يا كابتن ايمن بعد اذنك انا فاهم قصدك ايه بس دي احيانا لعيب الطرف مع الباك مع المدافع احيانا بعض المواقف مش اساس في ايوه احيانا كنت بعض المواقف لا حتى لو الكره متشافه حتى لو الكره متشافه احيانا اللي هو بيلعب جناح ده او على الطرف بيوصل انه ممكن هو اللي بيبقى الظهير وعشان كده انا بقول لك دي مش بتاعت مجدي قوي مظبوط احيانا لكن مش على طول لا كابتن دي مش بتاعت مجدي دي بتاعت علي معلول اللي فاتت دي انا معاك في اللي انت بتقوله يعني انا معاك في اللي انت بتقوله ان لما يكون ما وانا قلت لما يكون علي عنده هجمه فطبيعه الحال ان الوينج بتاعه اكيد هو اللي هيغطي لكن انا بتكلم ان الكره دي متحضره يا كابتن فاهم قصدي يعني هو المحله بيحضر انت قصدك ان في وقت ان علي في وقت ان علي يرجع مكان يعني ما ينفعش يبقى مجدي قفشه يبقى بيروح واحد يبقى بتلعب عليه واحد ضد واحد على الجول يعني الكره دي لو رايحه الولد رايح بيها على الجول يا كابتن ما اتلعبتش يعني لبره راح لجوه برده هتبقى نفس النتيجه هي تبقى جول برضه نفس النتيجه فانا بتكلم ان اختيار التوقيت بس الشيفت اختيار التوقيت مين هيبقى مكان مين في الحته دي فاهم قصدي طالما الكره بتتحضر وتتلعب طويله يبقى المفروض كل واحد في مكانه الطبيعي يعني فاهم قصدي ده خطا وارد في وارد في الجيم ان يحصل خطا زي وحتى كده وحتى الاوفر بعد اللعب من تعامل وحش جدا عادي جدا التانيين المفروض اللي جوه يتعاملوا بالظبط السنتر فيروي يعني فيروي راح بس المحله في وسط 3-4 هي حاجات بص يا اسامه يعني بتبقى سنه كسل فاهم انت كسل وتواكل على بعض لكن واحد وسط اربعه ما ينفعش الطريقه دي خصوصا هي اتعملت يعني هو بيعمل اوفر مش بيعملها وخلاص لكن حتى ولا اوفر جامد ولا سريع ولا حاجه خالص بس ولا في اي حاجه مظبوط يا كابتن مظبوط بس المنظر ده تكرر كثيرا بلس 90 اوبا إيه علاء مايوه ماتش الكاس ده يا كابتن الماتش كان بيخلص ده كان خلص خلاص كان تقريبا كان الحاج سيد متولي الله يرحمه بيعدل الكرافات علشان يستلم الكاس بس ده نهائي كاس مش ماتش دوري ده نهائي كاس بس احنا بنتكلم على روح الفرقه والاهلي بس زي طول عمر النادي طول عمر لعيبه النادي الاهلي كده لحد الدقيقه مش 90 لحد بعد ال 90 انا عندي دايما عندي حاجه جوايا كده لا انا هكسب صحيح هو مين اللي طب ما بقول لك ايه ده كان في جول في الزمالك في الدقيقه 92 ماتش الكاس اشمعنى جبت جول علاء ميهوب في ماتش المصري ما في ماتش الزمالك 92 الدقيقه 92 كان كاس برضه اللي كان جاب الجول يا برجاوي يا سمير شكرا جاب الجول 92 في الدقيقه 92 ده اسمه علاء موهوب طب هو دي مشكله ده عايز ايه؟ انا جايب كاس مصر كاس مصر ده كاس مصر برضه لا هو صيطوا في نفسكم كده لا هو كابتن شريف عبد المنعم برضه لا ازاي بقى كابتن جون سبعينات والثمانينات طبعا طبعا لا وطبعا يعني انت قلت علي رد علينا طبعا ابلغ رد في الملعب يعني يقول لك انا غلطت بس لما بغلط بصلح بس انا عايز اقول لك حاجه غلط معلش انا عايز اقول لك حاجه برضو في موضوع علي معلول اتفضل ماشي
علي معلول في النواحي الهجوميه بيبذل مجهود غير عادي. صحيح مظبوط وايفكتيف اه جدا طبعا طبعا احنا عارفين كده طبعا بتاع بتعتمد عليه طبعا مش طبيعي طبعا ولكن انا بتكلم على حاجه اتكلم فيها الكابتن اسامه عرب. وضع طبيعي وضع طبيعي ان علي معلول مش هيفضل رايح جاي صح كويس. ممكن علي في بعض الاحيان في بعض الاحيان يريح في لعبه يبقى ما يجيبش مجدي ينادي على حد من نص ملعب ينادي على عمرو السوليه ينادي على اليو ديانج تمام يجيب واحد فيهم يا كابتن ما ينفعش. بص هو احنا احصائيات علي مع كابتن على الشاشه الكابتن ولكن... بقى حاجه مهمه جدا قال لك مجدي قفشه مش الستايل بتاعه انه يبقى مدافع صلب مدافع قوي. هو كده طبيعه اللعبه كده هو لعيب مهاري جدا متميز في الناحيه الهجوميه لعيب عنده فكر وعنده مهاره الحته الدفاعيه اكيد هتبقى ناقصاه ده اكيد مظبوط لان هو ما فيش لعيب مكتمل طبعا فطبيعي جدا ما تجيبوش في الحته دي كمان ما بيحبوش الكره تطلع بشكل وحش صح يعني اه بالظبط أيوة يعني مش انت اللي تخبطها فيها بالظبط هي دايما كده تعرف لو جناح يا بلال لو جناح بيلعب مكان مع علي مثلا لو صح صح او طاهر او بكهرباء حتى لو تاو برده لو بيرسي تاو برده كان هيرجع كان هيطلعها كان هيدافع على الاقل كان هيطلعها اوت لكن هي زي ما كان وسام بيقول كده صحيح. عموما احنا من حقنا نتنك برضو على الكوره لا طبعا ما انا عارف طالما بتجيب اجوان يبقى من حقنا نتنك على الكوره طبعا صحيح. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار ارجوكم انتظروا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف زي ما حضرتك قلت قبل بدايه المباراه احبك لما ترجع للاصول كده انت قلت الشوط الثاني تحركات المهاجمين لازم يعني يبقى فيها حريه اكتر من كده لازم تحركات المهاجمين تبقى فيها فعاليه على المرمى اكتر من كده شفناها في اكتر من كوره الشوط الثاني مع بيرسي تاو لما دخل في القلب وجاب الجول الثاني شفناها بعد كده حتى لما نزل لويس ميكسوني في الكوره الفاول اللي جاب منها علي معلول هدف الفوز. بص يا ايمن انت ما كنتش انت الاورجنايزر بتاع الشوط الثاني مش انت اللي ماسك زمام الامور في الشوط الثاني كويس كويس يعني مش انت اللي بتحدد مسار اللعب كويس ما كانش سوليه وديانج وبيخش عليهم معلول واكرم في نص الملعب بهذا الشكل اي اللي هو 3 4 3 اي عشان كده انت تقدر تدي حريه التحرك للعيبه كلها يعني ما بقدرش اقول لك ان انا بمزاجي النهارده اقدر اخش جوه وحد يطلع لبره ومحمد شريف يبقى هو الطرف وبرتساوي اللي جوه ما كانش في ايدي زمام الامور انا كان الملعب فاكر لما انت قلت البلان عايز ارجعك لحاجه 5 5 ها لما حصل تغييرات بعد الهدف اللي دخل بتاع المحله اللي هو ما كانش المفروض يخش طبعا علقنا عليه كتير قوي دلوقتي شكل طبعا مرفوض تماما ان الكره دي تلعب بالعرض واحد في وسط اربعه ياخد منهم الكره بعزيمه واصرار وهم واقفين بيتفرجوا عليه. بص يا كابتن معانا ارقام بيرسي تاو على الشاشه لعب 85 دقيقه صوب على المرمى 3 كرات من 4 مراوغات صحيحه 5 من 10 تمريرات صحيحه 56 من 69 نسبه التمريرات 81%. في لعيبه بتحتاج زي بيرسي تاو كده ان فرقته تبقى كلها كويسه في هذا اليوم هنا بيقدر يعمل التحركات اللي انت بتتمناها شوف الوان تاتش هنا الايجابيه اللي هو عايز يلعب ايوه عايز يبقى ليه تحركات هو ما هبطش بدنيا فهمت قصدي انه يعمل المشوار ده كله ويبقى عنده لسه عايز يعمل اتاكينج ويعزي صح ممكن تجيب لنا الكره دي من الاول بعد اذنك ممكن يجيب الكره دي من البدايه لا من البدايه عشان بمناسبه انك بتتكلم على بيرسي تاو فممكن نشوفها من الاول خالص اهو هو لعب وكمل هو لعب الاول طب الكره هي اللي بتحركه شايف ايوه هو الراجل بيتحرك بيطلب ايوه في لعيب ما بيطلبش الكوره في لعيب ما بيتحركش صح النهارده زمام الامور دي احدى الكرات الوحيده بص هو مكمل لحد دلوقتي جاري دي احدى الكرات الوحيده حتى هو ما عندوش 47 متر الطبيعي انا في المنطقه دي بعمل ايه 1 2 ما برقصش واخش لوحدي كده الطبيعي ان محمد 53 متر وشاط بعد اذنك الطبيعي ان محمد شريف ده يروح له الطبيعي ان عفشه يكون موجود جنبه انما ما ياخدش كل المشوار ده لوحده ويعمل الغزوات دي ويعدي ده ميسي احنا بنتكلم كده في كاتيجوري ثانيه خالص في لعيبه ثانيه خالص فزمام الامور لو موجوده واللعيبه كلها بتتحرك لبعضه كده نقدر نتحاسب نقدر نقول النهارده
انا ما اطلعش بعد 2-0 استحاله بعد 2-0 ابقى 2-2 لو الموضوع ده زي ما انت بتتكلم على تحركات لعيبه والتحرر والكلام ده. تاني حاجه، الحاجه اللي انا بقول لك عليها ابسط شيء في الملعب النهارده ان مفيش فراغات تبقى بهذا الشكل. المحل عملت ايه؟ لعبتك بخمسه ورا وخمسه قدام. ده بعد هنتكلم في التغييرات بعد كده. مظبوط، مش على التغييرات بس، شكل الملعب، ما هو شكل الملعب اتفتح خمسه وخمسه، خلاك انت كمان بتلعب على الخمسه اللي بيهاجموا عليك. ايوه، فرجعت نص ملعبك للديفندر بتاعك، ففي هويه بين الدفاع بين نص الملعب، بقى دفاع وهجوم بس انت عندك. أيوه، نص ملعبك بقى لازق في خط في الدفاع. عشان كده انت بتقول لقفشه ايه اللي موداك عند معلول؟ قفشه ريح خلاص ووقف في الحته دي، ومعلول لما شافه مغطي مكانه ما عملش زي ما بلال بيقول لك لازم يرجع في الحته دي، ما عملش المحاوله ان يرجع، قال لك اهو قفشه معاه يسد عني بقى ما انا ابتدي ارجع، وابتدى معلول يفكر انه يبقى هو ناقل الحركه، هو شايف برده في الملعب. أيوه، شايف ان في لعيب مش قادر. أيوه، هو ممكن يقدر يكمل اللعيبه ويطلع بيهم لغايه نص الملعب. ايوه، ف شكل الملعب بالنسبه لك النهارده، حاله التحرر اللي نفسك فيها وحاله التجانس اللي بين اللعيبه وبين بعض ما كانتش موجوده. في اجهاد في الكره، الملعب اتقسم كده فجاه، اللعيبه مش عارفه تمسك اللعيبه فين. اتضح ان لعيبه المحله كلهم عندك عند ال 18 خمس لعيبه، اخروا لعيبه نص الملعب عندك وفتحوا الملعب بقى مفتوح خالص بشكل. انا حسيت ان هو تمرين مش مباراه، ما فيهاش ثوابت، ما فيهاش ارتكاز، ما فيهاش كل واحد عامل الواجب الهجومي والدفاعي بتاعه. بقت الحريه اللي انت بتتكلم عنها دي، بس بقت حريه دفاعيه مش حريه هجوميه. أيوة، تقدر تترجم منها كرات، وقليل قوي انت بقيت كونتر اتاك. احنا كل ما بنلعب اي حد بيقول لي بيعمل معانا احنا الكونتر اتاك. أيوة، النهارده بقينا احنا الكونتر اتاك، احنا اللي هو احنا اسرع ناس بنعمله، بس بالتغييرات اللي قالوها ان محمد شريف يطلع وده اكتر واحد عمق هجومي، حسام حسن نزل مكان محمد شريف، عارف لو نزل بدل بيرتساو أيوة، هيبقى عندك شكل هجومي جامد، اثنين جامدين دفاعيا وهجوميا. هيحرك محمد شريف، هيحسس محمد شريف ان في هجوم. أيوة، في واحد جنبي انا اقدر اعتمد عليه لما اطلع فوق وازحلق الكره بدماغي. أيوة، او هو ياخدها، ابقى انا رايح على الجونه، في حركه تبادليه، ما تبقاش فاتحه على الخطوط بعيد قوي كده. فاهم، بس النهارده كانت فاتحه على الخطوط. وجهه نظري الشخصيه يعني متواضعه، اتفضل، اللي انا بقول ان بعد 2-0 ابتدى يفكر مستر موسيماني ان هو يخلي الاستحواذ لفرقه المحله في نص الملعب، ويلعب على الكاونتر اتاك اللي حضرتك بتقول عليها. هو ما ولكن يمكن أنا الاجهاد البدني، حته ان انا اسيب استحواذ للفرقه دي انا مش ما بتحبذهاش، مش بحبذها يعني. احنا يعني ما فيش حد في العالم كله يفضل انه يخلي الفرقه قدامه تستحوذ، ان الاستحواذ ده ملكك انت، الاستحواذ ده لعيبتك انت، فوارق اللعيبه بينها وبين بعض. وسرعات اللعيبه والتفكير وكل حاجه هي للاهلي مش لاي فرقه تانية. مظبوط، مع احترامي لكل الفرق. مظبوط، دي فرقه ودي لعيبه وده امكانيات ودي امكانيات تانية خالص، امكانيات تانية لا يعجب انا وجود معاك في المباراه. أي، ان هم يعني يتجرأوا ويخشوا عندك وانت تسمح لهم. انا قلت لك في اول مباراه انت اللي بتسمح للخصم انه يبقى عندك. أي، انت اللي بتخليه يعمل الزيارات دي عندنا. لما كره بالعرض تتلعب زي دي وانا ما احطش رجلي عشان تطلع بره، هي دي اللي وديتها ال 18 عندنا. أيوة، لما لو حط رجله وزقها منه كده بره مش في اي حاجه. احنا اللي بنسمح بالحاجات دي. فانت النهارده اللي حالتك مش ما بتتخيلش ان فرقه زي المحله، فرقه زي البنك الاهلي، فرقه زي اي فرقه مقاولين قاعد، انه يكون معاك، انه يهددك. بتبقى الحاجات مفاجاه بالنسبه لك، انك انت الشكل اللي انت واقف فيه الارتكاز نفسه مش عايز مستر موسيماني يحسس مع اللعيبه. لا لا، هو مش يعني المقصود تحسيس، هو المقصود ايه؟ ان بعد 2-0 التفكير من مستر موسيماني ان خلاص المحل دايما بتحصل، المحل هندافع هجوميا كويس، هيبقى في مساحات فاضيه، يبتدي يلعب على الكاونتر اتاك. اي مدير فني في العالم لو مسك النادي الاهلي او الزمالك او لعيبته كسبان 2-0 هيفكر بالشكل ده. خلاص الجيم بتاعه هيغير زي ما هو عايز. انت لو تلاحظ في ماتشات قبل كده كان عندنا هيفي سكور مع فرق كتيره، كنا كسبانين الجون على اعتقد السنه اللي فاتت علاء. ايوه، 3-1 تعادلنا 3-3 بنفس هذا المفهوم وبنفس هذا الشكل، ان احنا خلاص المباراه خلصت، اغير اللي غيره، اعمل اللي اعمله. أيوه، اي حد هينزل مطلوب بس منه يبقى المباراه دي كانت الدوري خلص يا كابتن. كان تحصيل حاصل. بص يا بغض النظر عن تحصيل حاصل وكده، أيوه، هو النهارده عملت خطا وجايز مش مقصود ان انت جريت المحله في الريتم. ايوه، انت حالتك البدنيه وحاله لعيبتك ما تسمحلكش بكده.
مش عشان انت وحش بدنيا، عشان انت الفتره اللي فاتت لعبتك معظمها مضغوط بدنيا، خصوصا اللي موجوده في اللعيبه المصريين او اللي بره، اللي بره اللي هم اذا كان معلول او اذا كان ديانج وكده، فدي حاجه مش بايدك. هو يعني دايما قدر النادي الاهلي لعبت منتخب عنده كتير ما شاء الله، خصوصا حتى اللعيبه اللي بيجيبها محترفه بتبقى منتخبات. مع منتخباتها. فهو انت ده الخطا الوحيد اللي حصل منك. هو عنده كميه جري وعنده روح اللي هو بيلعب النادي الاهلي، عنده ملعبه، عنده الجو كمان بيساعد، الجو حلو جدا، فانت جو البرد بيجريك كتير جدا. انت ما كانش ينفع كده. يعني انا بقول لك يا ايمن، لو انت لو موسيماني نفسه اتفرج على المباراه مع اللعيبه هيستغرب سرعه الاداء اللي موجوده. وانا كنت بتكلم في الشوط الاول بقول لك في فتره جت اللي هو انت اعمل هجمتك وخلصها وانا هعمل هجمتي. ده حصل في الشوط الاول. انت فاهمني؟ ودي مش مطلوبه. يعني خصوصا انت بتبقى كسبان 1-0، لازم بعد 1-0 مع فريق متحمس قوي وبيجري كتير، انت يا اما حد من جوه او من بره لازم حاجه من الاثنين، يا اما تهد. كنت طالب المساحات، لا نجيبها من شويه. أدم يعني جبه. هو عنده وجود المساحات في الملعب. بص كانت بص دي هجمه للمحل كويس. بص المحل انتشرها كتير جدا، لعيبه النادي الاهلي منتشرين في 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 في, في المدافعين كتير قوي، بس لازم كلمتي المعتاده لازم الناس كلها لبره. ما تضغطش نفسك، لازم لبره. يعني كويس العدد كويس جدا، بالعكس انت عددك زياده جدا. بص أيوة. يعني انت عندك زياده خلاص، طلعت خدها لعيبه النادي الاهلي. ده محمد مجدي لعب اللي هي بص المساحه دي قد ايه يا كابتن؟ لا هاتها لنا بقى هاتها لنا وقفشه بيلعب الكوره. ما دي كونتر اتاك. كونتر اتاك بس يعني كان لازم يهدى شويه. يعني هنا بص بالظبط. اقف هنا، ممكن اقف هنا، اقف هنا، هنا هنا هنا. شوف كام لعيب هنا. لا بص هنا كام لعيب المحل. مظبوط كويس. يعني ده مش فريق بيلعب على 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 مثلا عايز ياخد منك نقطه ولا حاجه، ده بيهاجموا ادي خمس لعيب. وعايز اقول لك في 10 لعيبه من النادي الاهلي، و10 لعيبه من النادي الاهلي. ده المفروض اللعيبه كلها تاخد كوره ما عدا محمد شريف. كملها بقى هنا. بس هنا بص بقى المساحه يا كابتن. بص 60 يارده. بص يا كابتن، بص كل دي، كل دي مفيش حد فيها. اثنين من لعيبه المحله وواحد من لعيبه النادي الاهلي، وهجمه مرتده. انا من رايي ما كانش لازم تعمل كده. دي مش هجمه مرتده كابتن علاء، دي ما تعتبرش هجمه مرتده. ما هو تطفيشه صح كده؟ لا هي مش تطفيشه كابتن شريف، ممكن تبقى هجمه مرتده احسن من كده. بس مش كده يا بلال. بص يا بلال، الهجمه بيخرج بره منطقته. هي الكوره محمد مجدي اولا ما تنفعش تاخد الوقت كله في الهواء، لان دايما المدافع هو احسن. بص ده كل ده خلي بالك، كل ده لسه لعيبه المحل ما رجعتش. ما انا بقول لك بص يا ايمن، هنا هجمه للمحل. ايوه بص كام لعيب من اللعيب من الفرقتين على فكره، ولا يعني خلاص مش موجودين في مع الكوره، خلاص كلهم بعاد قوي. فهي دي الغلطه. انت يعني بص هجمه برضو دي بص هي بالزبط. نفس اللي عملها محمد مجدي يا بلال، نفس اللي عملها لعيب المحل. الفكر واحد، ان هو انت اديت فرصه ان هو يعمل هجمته، وانا نفس الكلام. هو انت بص المساحه عامله ازاي، بص الملعب مظبوط يا كابتن. يعني اقف هنا، اقف هنا، اقف هنا. يعني بص المساحات في الملعب مش مطلوبه. أيوة. انت مش مطلوب من لعيبتك تجري المساحات بتاعت الجري دي كلها. انت مش مطلوب منك كده. انت 1-0، انت على قد ما تقدر لعيبتك زي في كوره جابها اسامه او كابتن شريف اللي هي من رجل لرجل بتقدر تتحرك، ومساحات ضيقه جدا، لان انت محتاج كده. صح. الوقت يا ايمن كره القدم قمه كره القدم بتعمل ريكفري ليك انت كلاعب في الملعب نفسه. وما يبانش الكره ما بتتنقل من رجل لرجل. انا ما عنديش مشكله، بالعكس انا لعبت بتهدى وعند استحواذ، اللي هيجري ورا الكره هو اللي هيتعب، اللي هو لعيبه المحل. يعني لعيبه الخصم. في حاجه انا عايز اقولها لك، انا كحد واقف بره بشوف لعيبتي لازم احس باللعيبه اللي عندها اجهاد بتاعتي. يعني لازم احس بقفشه سرعته وسبرنتاته القصيره شكلها عامل ازاي. لازم تحس باللعيبه اللي عندك اللي هي فعلا محتاجه انها تتغير. ويبقى ان تايم في الوقت اللي الفرقه محتاجه. التوقيت واللاعب اللي هو زي ما هو عمل مثلا مكان بمكان، انما في واحد زي قفشه لازم اكون انا محضر في الشكل بتاعي بتاع التغيير لاعب لمكان قفشه. في نفس مكان قفشه دي من رجل لرجل زي ما حضرتك قلت. لازم يبقى يعني في مكان قفشه، مش هينزله في مكان تاني. بص يا ايمن كده انت 1-0. ايوه كويس. بص شكل انتشار لعيبتك. ايوه محله ابدا، محله ما بتضغطش. هايل. بص ده شكل هايل ده ما بتضغطش على مهلك. يعني انا لو انا يعني لو انا موجود في الملعب النهارده انقل
وخد وقتك على قد ما تقدر انت كسبان واعمل الثغره واعمل الثغره لعيبه المحله ما بتقابل ما ب... ما ب... ما ولا بتضغط عليك وسايبها لك وبص بيدافعوا منين يعني انت الكره دي اعمل فيها اللي انت عايزه براحتك خالص لحد ما لعيبه المحله هي اللي غالبا هتتعصب وتطلع عليك انت انت مش مستعجل انت 1-0 ايوه انقل زي ما انت عايز بص ما هو ما بيجيش عليك ما هو النهارده اغرب حاجه بالنسبه لنا كلنا طريقه لعيبه المحله دي اغرب حاجه فاهمني؟ مظبوط عمرنا ما تخيلنا كده احنا متاكدين المحله هيبقى ضاغط ومش هيسيب لك مساحات لكن زي ما بقول لك انا ترتيب الفريق اللي كان بيتكلم عليه اسامه مدي ارتاحيه في المباراه النهارده لكن بدايه المباراه ممكن انت كلاعب انت مع بدايه المباراه وسخونتها انت بتجري 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 لكن لازم وقت زي ما بقول لك يا اما من جوه يا اما من بره الملعب هدوء وانقل الكره من رجل للرجل خصوصا انت جبت هدف في توقيت رائع 1-0 توقيت حلو قوي بدايه المباراه فخلاص الامور بالنسبه لك انت ضغط انك تجيب جول حصل ايوه 1-0 انت لازم انت اللي تساير الامور لكن انا بقول لك النهارده ظروف الملعب وكميه جري لعيبه المحله وانت عايز المكسب وعارف لعيبتك جايه من مباريات برده صعبه واغلبهم بيلعب النهارده كل الكلام ده حطك تحت ضغط عايز 3 نقاط مظبوط عشان كده ممكن يكون سرحت شويه مع الماتش لكن في الاخر الحاجه الحلوه وطبعا اللي احنا كنا مبسوطين عشانها انك لك خدت 3 نقاط ده دي اهم حاجه عندي 3 نقاط مستحقين مظبوط مجهود زاد اول النهارده عندهم يعني عندهم وقت استراحه بكره وبعده ان شاء الله وعلى المباراه القادمه ان شاء الله تبقى اكيد الامور احسن لكن هي المباراه القادمه للاسف كمان يومين ولاعيبتك عامله مجهود كبير جدا هو ده هو عشان كده انت هتحس بالمجهود ده ايمن بكره وبعده ان فعلا مجهود كبير قوي خصوصا عندك اصابات النهارده معلول ربنا ان شاء الله تبقى اصابه خفيفه وحسام حسن صح كان حسام حسن شفته في اخر مباراه قاعد ممكن تبقى كدمه لكن معلول واضح ان هي ممكن تبقى حاجه ضمه وكده وده اجهاد من ماتش مع تونس وسفر ورجوع وماتش النهارده وكميه جري وضغط ماتشات كل ده ما هو البناء ما هو انت بني ادم اساسا مش مكنه انت بني ادم فيا رب ان شاء الله تبقى اصابه خفيفه لكن في الاخر 3 نقاط الحمد لله يعني مستحقين جدا. طيب كابتن اسامه بمناسبه علي معلول يمكن اتكلمنا على علي معلول كتير كمفتاح من ضمن مفاتيح لعب النادي الاهلي وسلاح مهم في النواحي الهجوميه ولكن علي معلول كمان السنه دي هداف من هدافي الدوري. علي معلول في ال5 مباريات احرز 4 اهداف. علي معلول مستو الكبيره ان هو باك اقرب لوسط الملعب المهاجم يعني قدراته الهجوميه عاليه جدا ثانيا عنده دقه غير طبيعيه في الضربات الثابته طبعا دي اتعملت مش قادر اقول حلو هي مش حلوه قوي لانها ضربت في وسط الحيطه في بطنهم بس الحيطه دي 8 يارده كمان بس هي قريبه جدا من الحيطه بس هو طبعا التوفيق في الكرة احيانا بيبقى موجود اهو ضربت 8 يارده وده وضع طبيعي من الحكم من كابتن محمد حنفي اولا انت عندك من نقطه ال 18 من خط ال 18 نقطه البنالتي ده 6 يارده 6 وادي 2 يارده يمكن ما تجيش كمان 2 يارده بس هنقول 2 يارده يبقى عندك 8 يارده دي حوالي 8 يارده 8 يارده ونص طيب 8 يارده بتتكلم عليهم في الوضع الطبيعي المفروض انت تديني حقي 10 يارده طبعا كويس ولكن علي معلول كمل في علي معلول علي معلول وجهها طبعا هو كان نفسه تبقى من فوق الحيطه مظبوط لكن هي راحت في ارتفاع يعني في المستوى اللي هو بتاع البطن او الصدر وضربت في واحد من نص الحيطه اعتقد يعني قبل الاخير نفعتها وغيرت اتجاهها عكس خالص عمرو شعبان وغيرت اتجاهها لان هو كان رايح يلعب على التوقع هو حاسس ان علي معلول هيشيلها من فوق تاني اخر مدافع اللي هو في الحيطه يعني صحيح. في الزاويه اللي على شماله مزبوط. فهو رايح متحرك قبل ما الكره تتلعب يعني هو لو ما اتحركش بدري كده كان سهل جدا يبقى اقرب من دي ويمسكها لكن علي معلول مميز جدا في الضربات الثابته صحيح مميز جدا في ضربات الجزاء يعني طبعا الكرات العرضيه سواء على القائم الاولاني على القائم الثاني على اللي بره ال 18 عنده رؤيه حلوه جدا فعلي معلول تقدر تقول مفتاح كبير جدا في النادي الاهلي والطريقه دي رغم ان ما هو كل طريقه تخدم ناس قوي وممكن تقلل من ناس شويه يعني زي ما قلنا على قفشه انه كونه بيلعب ناحيه الشمال شويه
مش في العمق في 3 4 3 بتحد منه شويه، لان هو مش لعيب طرف قوي، لان بيحب تملي يدخل للعمق. الطريقه دي مع علي معلول في الوقت ده بتفيده كتير جدا، وبتفيد الفرقه في ايه؟ علي معلول عنده قدرات هجوميه جامده، فلما بنلعب 3 ورا 3 في قلب الدفاع، ايمن اشرف مريح علي معلول انه في الناحيه الدفاعيه. ايوه بيقفل ناحيه بيقفل ناحيه الجنب الشمال كانه ظهير ايسر، وعلي معلول بياخد الانطلاقه اكتر ناحيه الطرف. مزبوط. فدي كمان مساعده علي معلول، فهي كل طريقه بتخدم ناس وممكن تقلل من ناس. صحيح. لكن في الاخير علي معلول واحد من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي، وراجل من الهدافين النادي رغم ان هو ظهير ايسر يعني. صحيح. كابتن بلال، لو اخترنا رجل لمباراه اليوم من لعيب النادي الاهلي، خلصت الكلام؟ استنى واحده بس، واحده عايز تضيف حاجه اتفضل. والله عادي، كنت عايز اقول له علي معلول حط ايه. لا 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 لا، حط الجول يا كابتن. ايوه طبعا. طيب قول لي بقى، رجل المباراه النادي الاهلي النهارده ان شاء الله. والله النهارده في رجاله كتير في عايزين واحد. انت عايز الموضوع ده بقى صعب قوي على فكره. معلش والله تختار خلاص مميز يعني. يا كابتن علاء، انت المفروض قلت لي خلاص يعني لعيب، وقلت لعيب ودارت عليكم كلكم، وكل واحد كابتن اسامه طلع 5 6 وكده. لا 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 واحد لا لا كل لعيب اكرم توفيق وديان اتفضل من غير ما نلعب وندور وده كويس. اتفضل استنى يا اسامه اتفضل. والله ممكن تقول عبده يحيى. لا لا لا، احنا بنقول من لعيبه النادي الاهلي. عبده يحيى مين يا كابتن؟ لا احنا بنتكلم على مش عايز اقول حد من المحله ممكن، بس مش عايز اقول حد من عندنا. لا لا، بنتكلم من لعيبه النادي الاهلي. والله بص يا كابتن، يعني انا يعني في اكتر من لعيب والله، ما انا مش قادر يعني. اختار واحد. ايه اختار لعيب؟ هم كلهم كويسين احنا في الاخر. اختار واحد عشان عايزين نطلع فاصل. عايزين نطلع. مش معقول عايز نطلع فاصل يا كابتن. اختار واحد. انت تختار مين يا كابتن؟ كابتن ناصر. مش هقول لك، اتفضل اختار انت. قول انت كابتن بلال. عندك معلول وديانج واكرم توفيق، نقي اللي انت عايزه. بص ما تفرضش رايك يا كابتن. لا 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 لا، حضرتك بتفرض رايك. انا كابتن اختار علي معلول عشان حط الجول. ماشي خلاص، فهمت. شفت انا فهمت، ما تزودش. لحنتها لك ازاي؟ لحنت لك ازاي تروح فين؟ كابتن علاء. انا اكرم. اكرم توفيق. كابتن شريف. نفس المفهوم ونفس المبدا، علي معلول لانه احرز هدف الفوز. كابتن اسامه اخيرا. انا كنت اقول واحد من اثنين، اكرم توفيق وديانج، فهديها لاكرم توفيق لانه الماتش اللي فات كان بنجدين جدا برضه. النهارده بالسد الشوط الاولاني كان هايل جدا. مش دعوه بمشي فاتك يا كابتن. لا ما انا بقول لك الشوط النهارده الاولاني هو نجم المباراه في الشوط الاولاني، يمكن الشوط الثاني قل شويه، لكن في المجمل اكرم توفيق. اكرم توفيق، وانا ادي صوتي لعلي معلول. عشان ايه؟ عشان جاب الجول. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نتكلم مع خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك، نورت. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلاش. اهلا بيك كابتن. منور كابتن شريف. نورنا كابتن. وشك حلو. ربنا يخليك. انت اللي مبروك النادي الاهلي كابتن ايمن. المباراه كانت صعبه جدا جدا، والنادي الاهلي طبعا نتيجه الاداء مبروك على 3 نقاط، وهارد لك لنادي غزل المحل. طاقم التحكيم النهارده كابتن ايمن محمد الحنفي. وعاوز اقول اي يعني حاجه مهمه جدا، محمد الحنفي ما خدش حظه كابتن ايمن في التحكيم. فكره هو حكم دولي سابق، ولكن الظروف طبعا الاصابه وظروف الورنر اخرته كتير، وده اللي خلاه خرج من القائمه الدوليه. ولكن كحكم، حكم من الحكام الكبار بيشتغل تحت ضغوط كتيره جدا جدا، ما عندوش حسابات. قد نختلف في بعض الحالات النهارده عنده نتيجه معياره كابتن شريف لاحتساب المخالفات. هو محمد عنده مشكله ان ما بيحسبش اي فاول، وبالتالي تبقى في اخطاء كابتن علاء تاني تستوجب بطاقه، فهو بيمشي اللعب. ولكن خلينا نروح لطاقم التحكيم بالكامل. كان حنفي معانا، احمد حسام طه المتميز النهارده مع، والحكم المساعد رقم 2 احمد صلاح، صح العمراوي حكم رابع، وعلى الفار كان عبد العزيز السيد وشهاب راشد. نروح للحالات التحكيميه سريعا. معانا 9 حالات يا كابتن، وهنقف على حالتين بس، ولكن بقيه الحالات هنمر عليهم بشكل سريع.
اللعبه دي مهمه جدا جدا يا كابتن علاء. نشوف نمر 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 هنا في الحاله ديت الكره خرجت رميه تماس. هنا بيتقال ان هنا كان في فاول قبل تسجيل الهدف يا كابتن علاء. حاله مهمه عشان نوضح للناس ان المخرج عاد اللعبه دي اكتر من مره. هنا في هدف النادي الاهلي. في ناس بتقول ان هنا الهدف يسبقه مخالفه والمخالفه على لاعب النادي الاهلي. طب نروح نشوف الاول. هل هنا في مخالفه؟ نشوف قبل الهدف. يلا خلينا نمشي. اتحطت الرجل واللاعب هو اللي عمل التمثيل وعد. طب هقول لك على حاجه مهمه بقى. حتى لو في مخالفه هو هنا مش تم استئناف اللعبه يا كابتن علاء؟ دي لعبه ثانيه يا كابتن. برافو عليك. شفت صح انا فاهم. برافو عليك يا بلال عشان بس نوضح للناس. هنا طالما الحكم يعني امتى هقول ان ممكن اعمل اي بي بي على الجون؟ لما اللعبه دي من خلالها من غير ما تطلع رميه تماس راحت مره واحده يا كابتن اسامه هدف. ايوه ممكن ارجع. انما هنا اللعبه دي اللي حصل فيها بعد اذنك هات اللعبه هنا لو كان في مخالفه واللاعب اللي جاب جون مره واحده هنرجع نقول في اي بي بي ونرجع. انما هنا الكره خرجت رميه تماس يا جماعه وبالتالي هنا بقت لعبه جديده زي ما بلال قال. مفيش هنا اي مخالفه تسبق الهدف والهدف هدف صحيح بنسبه 100%. واصله؟ ايوه. يلا خلينا نمر للحاله بعد كده. نشوف الحاله دي مهمه جدا جدا وحاله مطالبه بركله جزاء من لاعبي النادي الاهلي. نشوف الحاله قبل ما نتكلم فيها يا كابتن اسامه وكابتن علاء. نشوف هنا لاعب غزل المحله لعب بدماغه الاول ثم الكره تصطدم من الدماغ لليد. عندنا حاجه مهمه جدا في لمسه اليد. طالما كابتن شريف لعب الكره سواء بالراس او بالقدم ثم تاتي الكره من راسه او من قدمه لايديه حتى لو كانت ايديه في وضع غير طبيعي يستمر اللعب. في الحاله ديت هو لاعب المحله لعب فعلا براسه ثم الكره تصطدم باليد وتطلع ركله كرونيه. قرار طبعا كان قرار صحيح لمحمد الحنفي. انما لو كانت الكره جت في الايد الاول كان ممكن يحسب الحكم ركله جزاء. ولو عملها متعمد بقى ما احنا قلنا لو هو عملها براسه وراح عملها بايده متعمد استحاله يا كابتن. انا كلاعب هعمل حاجه مرتين؟ هقول لك ليه. انا اصلا النيه الاول انا طالع على في دماغي فوارد جدا ولا بلعب في دماغي الايد تبقى مفروده او طالعه. عشان هنا القانون قال ايه؟ طالما في حاله لعب والكره تصطدم باليد يستمر اللعب ما فيش مخالفه. انا بقصد لو انا طالع بلعبها بالهيب ولقيتها رايحه ده موضوع ثاني يا كابتن ولعبتها بايدي ده لا ده كده موضوع ثاني لان في حركه اضافيه جت من الايد. تمام. يلا خلينا نمر للحاله اللي بعد كده. نشوف الحاله اللي جايه وحاله مهمه جدا جدا. هدف بعض قال هناك تسلل. نشوف في تسلل ونشوف هل في قفشة كان في موقف تسلل لحظة التسجيل ولا لا. حالة من الحالات المهمة جدا جدا. نمشي الكرة بترتد بتروح للاعب الاهلي بيلعب تاني هنقف ستوب. نمشي ونشوف الكرة هتروح لمين. ماشي نمشي. هنا راحت اللاعب البعيد اللي هو متغطي هنا بلاعب غزل المحل. مفيش هنا تسلل كابتن. ستوب. هنا في تسلل؟ لا. تمام نمشي واحدة بواحدة. هنمشي واحدة بواحدة. نمشي ستوب ستوب. هنا شريف لحظة التسديد كان موقفه سليم. لو ارتدت من الحارس وجاب جون جون جون. انت معايا يا كابتن شريف؟ هو نمشي نشوف وبعدين ايه اللي حصل. نمشي 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 هنمشي باللعبة. هنا ستوب. هات من الناحية العكسية عشان نشوف قفشة هنا كان في موقف تسلل لحظة التسجيل ولا لا. خلاص يا كابتن عاوزين بقى الناحيه العكسيه. هاتها لي ستوب. ارجع تاني. ايوه تمام كده مفيش تسلل خلاص قلنا هنمشي. خلاص نمشي تمام. انا عاوز قفشه بس. نمشي نمشي لسه مازال هنا ستوب. لاعب وحارس هنا. برافو عليك يا كابتن شريف. يبقى هنا عندي اثنين لعيبه اثنين مغطيين وبالتالي هنا لان اللي يبص للكره لحظه الهدف يقول لك ده شيء قفشه كان في تسلل. ولكن انا عندي هنا اللاعب المدافع رقم تقريبا اثنين وعندي حارس المرمى الاثنين مغطيين قفشه وبالتالي هنا هدف صحيح. وكمان الكوره كمان سابقه قفشه. بالظبط انا بقول الكلام ده يا كابتن. يعني حتى لو دول حتى لو الكوره مش سابقه قفشه جاي من هنا البعض يقول لك ايه ده قفشه كان لوحده
وما كانش فيه اخر ثاني مدافع، لا الاثنين مدافعين موجودين والكره كمان كانت. هو في حد شكك في الكره دي يا كابتن؟ لا يا كابتن انا بجيب الحالات دي يا كابتن ليه؟ دي للتعليم وليس لينا احنا. صح تمام. يلا نمر ثاني ونشوف الحاله اللي بعد كده. هنا كره في الهواء ثم بترتد. انا بس عاوز اشوف هنا لحظه ارتداد، نشوف هنا بدري بيقولوا يا كابتن في لعبه. البعض يقول لك هنا ياسر، بص ياسر ما عملش حاجه، راس طالع لكورته واللاعب هنا اسمه تنافس عادل. تنافس عادل، في تنافس يا كابتن ايمن هنا بين الاثنين، مفيش مخالفه ابدا من ياسر، وانا شايف هنا يستمر اللعب. هو هنا الحكم مشى وقال مفيش مخالفه. نيجي بعد كده للحاله اللي جايه، دي مهمه جدا جدا جدا. ستوب، هات اللعب. مين اللي نجح في لعب الكره الاول؟ نشوف بدر بنون بينجح في لعب الكره، وطبعا لعبه صعبه جدا جدا. بوضح بس ان هنا مفيش مخالفه من بدر في الاول. نشوف القعده بتاعت بدر لحظه لعب الكره ونرجع للعبه تاني. يلا يلا نعيد. هنا قبل دي، قبل دي بدر بنون بيعمل تاكلينج. ايوه برافو عليك، نمشي. هنا لعب الكره، هنا كابتن في دخول من لاعب المهاجم لشناوي. هنا الحنفي عمل ايه؟ صفر حسب موقفه بوجود المخالفه. بعد كده اي حاجه ثانيه موجوده، هو الراجل هنا ادى مخالفه للشد نمره واحد، ثم الدخول اللي هو من لاعب المحل على الشناوي، وبالتالي هنا شايف ان هنا اللعب والقرار صحيح للحنفي. شوف هو دخل حتى وحسم الامور تماما، مفيش اي مخالفه. يلا خلينا نمر بعد كده والحاله اللي بعد كده نشوف. طبعا هنا الحكم المساعد رقم 2 احمد صلاح عمل ايه يا كابتن؟ زي ما قلنا بيعمل ديلي وبيستنى للهجمه وبعد كده بيرفع. نشوف هنا التسلل موجود ولا لا. نشوف هنا نمشي نمشي لحظه التمرير. تمام، تمركز رائع من احمد صلاح ثم استمرار اللعب، وبعد كده هنا لما الكره ارتدت اشار بالتسلل. برافو يا احمد، حكم ممتاز. نشوف الحاله دي بقى يا كابتن، انا عاوز اقف شويه يا حنفي وانت حكم الحكام الكبار، دي ما تخشش من ضمن الالعاب اللي هي ايه يعني تمشي كده. صح كابتن ايمن، لا لا صح. لا حنفي انت بتمشي ليها في العاب كتير، ولكن نشوف هنا كابتن هنا فيها ايذاء اسلوب الدخان مول هنا بس. طبعا هنا خلي بالك انا جايب البطيء، ولكن بالسريع هناك قوه وهناك سرعه من لاعب المحله. نشوف هنا، هنا قوه وسرعه ثم استخدام سلاح. صح. اللي هو ايه؟ الستارز. الستارز لما بيجي في السمانه او في الاصبع كابتن في هذه الحاله كان لابد تدخل الفار على الاقل. على الاقل في هذه الحاله، حاله من الحالات المهمه جدا جدا. حنفي هنا ما حسبش المخالفه اصلا. صح. ودي كانت مشكله. دي حاله من الحالات المهمه كده كانت عندنا. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. نشوف. تميز تاني من الحكم المساعد احمد حسام طه اللي بيدي التكنيك راي على اعلى مستوى، بيدي مخالفه للاعب النادي الاهلي. هنا بنقول دايما حسب المخالفه، وبالتالي بيخش كمان يساعد الحكم في 9-15 اللي هو الحائط الدفاعي اللي داخل الملعب. برافو يا احمد حسام على التدخل، وبرافو على التكنيك اللي انت عملته. نمر سريعا نروح ل هنا كمان يا كابتن. يا كابتن حنفي ما ينفعش كده، ما ينفعش كتير كده، كتير قوي 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 قوي. معيارك ما فيش مخالفات، بس لازم ان البطاقات هنا تبقى موجوده. نشوف المخالفه هل تستوجب بطاقه ولا لا. نشوف يا كابتن خلاص هنا، هنا داخل نشوف اللاعب هنا، هنا ما فيش لعب على الكره خالص، وبالتالي هنا انا شايف ان هنا في بطاقه مفقوده للتهور. طبعا هو ما اشهرش البطاقه الصفراء في هذه الحاله. كابتن هو هل الحكم بيخش احيانا بفلسفه في المباراه ان هو ما يستخدمش كروت كتير؟ لا، هو اما انا قلت لك في البدايه ايه؟ حنفي طبيعه لعبه يا كابتن ايمن، طبيعه لعبه ايه؟ هو ان هو تقديره للخلفيات ما بيحسبش اول فاولات اللي هي عاديه، وبالتالي هنا كمان في العقوبات الانضباطيه بيعدي. لا حنفي في حالات لابد انك انت تقف عندها شويه. انت قضيت مباراه كويسه، ولكن هنا نشوف هنا الدخول، هنا الدخول بتهور، كان يجب هنا اشهار البطاقه الصفراء للاعب غزل المحله. يعني انا بتكلم ان هنا الراجل بينط عشان يتفادى، ولو ما نطش كانت بقت مشكله بالنسبه للاعب. نمر سريعا ونشوف. صب الحاله دي اولا، معلش معلش انا عاوز اتطيم، لان البعض بيقول ان الهدف جه في الدقيقه 97. ايوه كابتن ايمن، الفاول ده تم احتسابه في الدقيقه 95 الا 3 ثواني. ايوه
خمسة سنة تساوي يعني ايه؟ ما ينفعش انا اقول ان الهدف ده جه في دقيقة 97 لسبب، لان تم احتساب المخالفة. نشوف، نرجع تاني بعد اذنك وهات المخالفة. هو ادى خمس دقايق وقت ضايع، المفروض النهارده افنش 95 صح. نشوف المخالفة يا كابتن تم احتسابها في دقيقة كام. هرجع تاني بالمخالفة بعد اذنك، معلش دي حاجة مهمة جدا. ستوب، انا عندي 94 كام يا كابتن؟ 47 لسه ما زال. ليه بقول الكلام ده؟ ليه ما زال؟ اخر حالة معانا، لان هنا الحائط الدفاعي تقريبا الحنفي خد دقيقتين يا كابتن اسامه. ايوه في وقف الحائط الدفاعي، وبالتالي هنا هدف النادي الاهلي هدف في الوقت فعلا المحتسب القانوني للمباراه، مفيش ابدا. وهنا ادى بطاقه للاعتراض. بشكل عام بنقول ان الحكم مر وطاقم التحكيم مر بشكل كويس، بس نصيحه لمحمد، مش كل الفرق محمد تمر كده بدون بطاقات، في بعض الاخطاء لابد انك انت تستوجب فيها البطاقه الصفراء، ولكن بشكل عام انت نجحت مع طاقم التحكيم، ونتمنى ان هذه الاخطاء اللي احنا بنقولها ما تتكررش يا كابتن اسامه في المباراه اللي جايه. مبروك النادي الاهلي تاني، ودايما بنقول في الاخر ربنا وفق التحكيم ولجنه الحكام في الماتشات اللي جايه باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن هاني، الله يخليك. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وغزل المحله في الاسبوع الخامس للدوري المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت فوز النادي الاهلي 3-2 ومواصله صداره الترتيب عن جداره واستحقاق. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. حابب في النهايه اشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم امتعتنا يا كابتن، الف شكر. الله يخليك كابتن ايمن، ومبروك وعبال اللي جاي باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه عرابي الف شكر كابتن، امتعتنا كالعاده. شكرا ليك ايمن والف مبروك، وان شاء الله بالتوفيق الماتش الجاي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن علاء ميبوب الف شكر كابتن، امتعتنا. شكرك ايمن، ومباراه كانت صعبه لكن الحمد لله ثلاث نقاط مهمين، وان شاء الله الخميس يبقى ثلاث نقاط كمان باذن الله رب العالمين. بلال كابتننا الكبير الهداف الف شكرا كابتن، امتعتنا. ايوه يا كابتن، ربنا يكرمك. مبروك للاهلي طبعا، ودايما في الصعاب تلاقي النادي الاهلي موجود باذن الله رب العالمين، في الصعاب وفي جميع المباريات ان شاء الله وجميع البطولات باذن الله رب العالمين. مستاهل ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.